بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أهلا بكم في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة لمتابعة كل ما هو جديد في الأحداث الرياضية سواء المتعلقة بالنادي الأهلي أو الأحداث الرياضية بشكل خاص في هذه السهرة الرياضية هنا في بث مباشر من قناة النادي الأهلي. بالتأكيد عندنا فقرات كثيرة وأخبار عديدة خلال الفترة الحالية، أحداث كثيرة متواصلة بخصوص فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم والصفقات وملف المدير الفني الأجنبي. كل هذه الأطروحات بالتأكيد بتشغل بال جماهير القلعة الحمراء في كل مكان، بالإضافة إلى ذلك مشوار فريق كرة القدم في التوقيت الحالي وعدد من المباريات المؤجلة يخوضها فريق النادي الأهلي خلال شهر ديسمبر. عدد من المباريات المؤجلة يمكن خلال هذا الشهر الأهلي سيلعب 5 مباريات مؤجلة، غدا بإذن الله مباراة مؤجلة أمام فريق نادي الجونة، وسيتخلل هذا الشهر مباراتين في دوري أبطال إفريقيا أمام بطل إثيوبيا والذي تأهل بشكل رسمي فريق جيما جيفارا بطل إثيوبيا والذي تأهل على حساب بطل جيبوتي بعد التعادل في أديس أبابا بنتيجة 2-2، وسبق لي بطل إثيوبيا الفوز في جيبوتي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليواجه النادي الأهلي بإذن الله في دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا خلال هذا الشهر. مباراتين سواء الذهاب أو العودة سيقام في أقل من أسبوع خلال منتصف شهر ديسمبر الجاري، وبالتالي الأحداث متلاحقة على جميع المستويات سواء على مستوى الإداري أو على مستوى فريق كرة القدم. لكن الشيء اللي احنا بنأكد عليه أن العمل على قدم وساق في جميع المجالات في جميع الأطروحات المتعلقة بتطوير فريق كرة القدم خلال الفترة القادمة والاستعداد للمرحلة القادمة بين انتقالات يناير وضم عدد من اللاعبين، وبدأت المسألة خلال الفترة الحالية بإذن الله يكون في استعداد للمرحلة القادمة سواء في المشوار المحلي أو حتى المشوار الإفريقي. طبعا فريق النادي الأهلي منذ لحظات أنهى التدريب الرئيسي والأساسي، وأعلن الكابتن محمد يوسف قائمة المباراة التي ستخوض مباراة الجونة غدا، هذه المباراة الهامة جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي. تفاصيل التدريب والقائمة التي أعلنت منذ قليل من الكابتن محمد يوسف المدير الفني لفريق النادي الأهلي، نذهب مباشرة عبر التليفون مع زميلنا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي. مساء الخير يا شريف. سنور زميلي محمد، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا شريف. اولا طبعا يعني فريق النادي الاهلي بيستعد لهذه المباراه الهامه جدا، وقت ضيق ما بين المباريات، لكن خلاص الجهاز الفني بيتعامل حسب متطلبات هذه المرحله في مباريات الدوري العام. لكن التدريب والجاهزيه الفنيه وما رايته في ملعب التتش بالجزيره والقائمه التي اعلنها الكابتن محمد يوسف منذ قليل لخوض هذه المباراه الهامه غدا باذن الله. خليني اقول لك التمرين كان في الرابعة عصرا، يمكن كان في اجتماع في الملعب حوالي 5 دقائق مدته، كان بقيادة طبعا كابتن محمد يوسف والكابتن سيد عبد الحفيظ وباقي الجهاز. تكلم فيه الكابتن محمد يوسف عن مباراة الغد، لابد من طبعا بمشيئة الله الفوز والأداء الجيد، ما حدش يفكر في الكلام اللي بيتكتب عن رحيل لاعب أو استخدام لاعب، التركيز فقط في مباراة الغد، تحقيق نتيجة إيجابية وهي 3 نقاط، الأداء ثم الأداء ثم الأداء، ده اللي طلبه الكابتن محمد يوسف والكابتن سيد عبد الحفيظ النهارده من اللاعبين. يمكن النهارده التدريب كان خفيف نوعا ما طبعا تحت قيادة حسين عبد الدايم، كان تدريبات بدنية خفيفة علشان خاطر الجهاد، ودي التراي ماتش، ويمكن كان في تدريبات كورة برضو بسيطة جدا كلها دواير يعني خمسات خمسات، وفي لعب في النص عشان التسلم والاستلام. والمفرح ان اجايي بيشارك في جميع هذه التدريبات، كان اجايي بيشارك بصفه يعتبر يعني خلاص اعلن، بدا يعلن جاهزيته واحده واحده، هيبدا يخش تدريبات الكره الرئيسيه، انت محتاج 2 أو 3 ويخش في تدريبات الكره الرئيسيه. اجايي النهارده بيشارك مع اللاعبين بصفه منتظمه. خليني اقول لك ان الحاله الجاهزيه النهارده لكل اللاعبين كانت حينه على الوجوه، التركيز الشديد، الاصرار، التحدي، العزيمه، علشان باذن الله بكره يكون في تحقيق نتيجة إيجابية. الكل شارك في التمرين، مؤمن، وليد، ميدو، محاربة، الكل شارك. كابتن طارق سليمان على الجانب الآخر، الثلاث حراس شريف إكرامي، علي لطفي، مصطفى شوبير. يمكن شريف إكرامي بالأمس كان فيه إصابة في أصبع رياضة، النهارده بيعلن جاهزيته وبيطمن كل جماهير النادي الأهلي، النهارده بيقدم تمرين على أعلى أعلى مستوى. كان في جلسة بين شريف وبين الكابتن طارق يمكن حوالي 5 دقائق كده على انفراد بعد انتهاء التمرين، بيحس شريف على التركيز في مباراة الأمس، عن مباراة سوري غدا، بيحس شريف ان يتكلم مع اللعيبه الفتره الجايه، بيتكلم من اللعيبه من اول النهارده، يتكلم يحاول، هو طبعا كابتن الفريق، يتكلم على اللعيبه على اكثر يعني يعقد مع اللاعبين اكثر من كذا جلسه. التأهيل مستمر على الجانب الاخر، معلول، شناوي، احمد فتحي، صالح جمعه، الكل يعني شغال، الكل
كل واحد شغال فيه، حتى يمكن دول بيجهزوا، صالح جمعه بيجهز، كله شغال. يمكن خليني اقول لك كمان ان للاسف في اخر التمرين كان في اصابه بسيطه جدا في اصبع اليد لرامي ربيع، ولكن باذن الله خير. خليني اقول لك بقى ان الجهاز الفني اعلن 20 لاعب لمباراه الغد، شريف اكرامي في حراسه المرمى، وعلي لطفي، وليد سليمان، ايمن اشرف، هشام محمد، مروان محسن، السولية، مؤمن زكريا، احمد الشيخ، سعد سمير، اسلام محارب، نيلو جابر، محمد هاني، احمد علاء، كوليبالي، ازارو، كريم نيدفيد، ناصر ماهر، احمد حمدي. باذن الله يكون بكره التوفيق حليف هؤلاء اللاعبين، باذن الله يكون الفوز والانتصار من حليف النادي الاهلي بتحقيق نتيجه ايجابيه والمحافظه على الانتصارات في الفتره الاخيره والمحافظه على لقب الدوري المحبب لجماهير النادي الاهلي. لك كلمه استاذ محمد، اتفضل. طيب شريف، واضح من القائمة أن في يعني فرصة لعودة لاعبين زي كوليبالي بيعود بعد غياب عن المباراة الماضية، أيضا مؤمن زكريا تواجد خلاص في القائمة، تواجد بقى لأحمد الشيخ بشكل مستمر، عودة أحمد حمودي للقائمة واحتمالية تواجده في مباراة الغد، لكن أحمد فتحي مش موجود في القائمة، يعني احتمالية عودة أحمد فتحي هل في ميعاد محدد من الجهاز الطبي أن يقدر يشارك في المباريات الرسمية؟ وبكلمك برضو على استعادة كوليبالي للقائمة وتواجد مؤمن زكريا، الجهاز الفني يعني من تصريحاتهم أو من خلال رؤيتك للملعب أصبحوا جاهزين؟ مؤمن زكريا من خلال تواجده كمان في مباريات الشباب الفترة الأخيرة، مواليد 97، يعني من خلال رؤيتك يا شريف في التدريبات كلهم الحمد لله جاهزين بعد فترة غياب، سواء لبعض اللاعبين مباراة أو للآخر عدد من المباريات المتتالية؟ بص زميلي محمد، يمكن مؤمن حالة خاصة نوعا ما. مؤمن كان الفترة الماضية ما بيظهرش بالمستوى اللي يليق باسم مؤمن، باسم النادي الأهلي. مؤمن كان الكابتن محمد يوسف عامل له برنامج تأهيلي فقط لا غير لوحده، قال له أما تجهز تبدأ تخش حس اللي عندك الرغبة اللي أنت تقدم وتظهر بالشكل اللي يناسب اسمك هلاعبك على طول. مؤمن وقع بالأمس، مؤمن أصبح الآن جاهز 100% لإظهار كل قدراته، برجوع اسم مؤمن على الساحه القرويه مره اخرى من جديد. مؤمن مركز، مؤمن مصمم بكره يعمل حاجه والجماهير هتشوف اللي انا بقول عليه. انا متابع في التمرين بقالي كام يوم، مؤمن عاوز يرجع نفسه. مؤمن باذن الله بكره هيكون الظهور بعد تجديده، وهيكون خلاص بقى استعاد تركيزه بالكامل، وهيبدا باذن الله يشارك بكره. متوقع له بكره تالق كبير. بالنسبه لكوليبالي، كابتن محمد يوسف كان كوليبالي الفتره الاخيره كان ضغط المباريات متتالي، ففضل راحة كوليبالي لان ما كانش في راحه خالص الفتره الاخيره، ففضل راحته مباراه بتروجيت، وبدا يرجع تاني في الصوره، والنهارده بيشارك في المران وبالامس بيشارك بكل قوه. وكوليبالي لعيب دولي ولعيب معروف. بالنسبه لاحمد فتحي، انا جمعني جلسه مع الدكتور خالد محمود بالامس، يمكن سالته على حده حاله المصابين، والراجل يمكن اتكلم معايا وقال لي حاله المصابين، يمكن سالته على احمد فتحي بالتحديد، قال لي احمد فتحي محتاج 10 ايام، الكلام ده كان امبارح، يعني بيتكلم في 9 ايام او 8 ايام، يعني على كلام الدكتور احمد فتحي مش هيلحق مباراه الغد ومش هيلحق المباراه المقبله كمان، ممكن بعد كده ربنا يكرم ويفكر في مباراه بعد المباراه الافريقيه امام بطل اثيوبيا، ممكن باذن الله يكون جاهز مباراة الافريقيه، ولكن مباراه الغد ومباراه طلائع الجيش فتحي مش هيقدر يلحقهم. الشناوي سالته قال لي اسبوعين، صلاح محسن قال لي 4 اسابيع، معلول قال لي هينزل على 15/12، وطبعا حسام عاشور قدامه لسه حوالي 14 يوم او 13 يوم عشان ينزل الملعب مره اخرى. دي حاله المصابين في النادي الاهلي. تمام، شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي من ملعب التتش بالجزيره، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاخبار والمعلومات، سواء فيما يتعلق بالقائمه التي اعلنها الكابتن محمد يوسف او فيما يتعلق بموعد عودة المصابين والغيابات خلال الفترة القادمة، لأن الخبر الأبرز دلوقتي في التوقيت الحالي أن خلاص الأهلي بإذن الله يواجه بطل إثيوبيا فريق أجيما يوم أحد أيام 14 أو 15 أو 16 ديسمبر، وبالتأكيد الوقت ضيق جدا لتجهيز كل هؤلاء اللاعبين، خاصة أننا بنضع في الاعتبار الأهلي كان قيد في القائمة الأفريقية الأولى 23 لاعب. لو استبعدنا أزارو بما أن دي المباراة الثانية الإيقاف من قبل الاتحاد الإفريقي، مع عدم وضوح رؤيه احمد فتحي ولحاقه بهذه المباراه، واصابه عاشور واصابه معلول واصابه الشناوي، فبتتكلم في خبص 5 اصابات مؤثره من ضمن قائمه ال 23، فبالتالي القائمه اجباريه 18 لاعب في مباراه الذهاب. نتمنى باذن الله خلال الايام القادمه يكون الاهلي في جاهزيه تامه لهذه المباراه الافريقيه ان شاء الله، لمباراه العوده هتكون بعدها باسبوع احد ايام 21 او 22 من نفس الشهر الجاري، وقرعه الدور ال 16 ان شاء الله يوم 28 ديسمبر الجاري. طبعا برضو في خبر مهم جدا متعلق ب
اجتماع وزيارة يعني وفد من النادي الأهلي من خلال الأستاذ إبراهيم القفراوي والمهندس محمد الجرحي عضوي مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بجانب ممثلين عن أندية القسم الأول، كانوا النهاردة في زيارة في مجلس النواب للاجتماع مع لجنة الشباب والرياضة والتي يترأسها المهندس أشرف رشاد رئيس اللجنة بناء على الدعوة التي تلقاها النادي الأهلي لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة والذي تم اعتماده منذ عام. هذه الرؤية بالتأكيد كانت في ثلاثة محاور: محور التحكيم والنزاعات القضائية مع اللجنة الأولمبية المصرية والاستثمار والدعوة للجمعيات العمومية وغير العادية. الفكرة في هذا الاجتماع أن النادي الأهلي دائما من خلال هذه القوانين اللي بيتم تعديلها خلال الفترات السابقة بيبقى ليه اطروحات واستراتيجية معينة ورؤى من خلال هذه الاجتماعات، وبالتأكيد المجلس النواب أو حتى لجنة الشباب والرياضة بتستمع لرؤية النادي الأهلي في هذه الملفات. وكان في رؤية متعلقة يعني الأستاذ إبراهيم القفراوي قال في هذا الاجتماع أن النادي الأهلي شايف أن في تضارب في المصالح في مركز التحكيم وأهمية أن يكون هذا المركز ليه استقلالية بعيدا وعدم تبعيته للجنة الأولمبية. أيضا الجزء المتعلق بالاستثمار، ويمكن البند ده مهم جدا للنادي الأهلي بيعتمد عليه في إنشاء شركات متعلقة بالألعاب الرياضية داخل النادي الأهلي، برضه بيتكلم في جزئية ضرورة حضور أو تواجد عضو مجلس الإدارة بأن النسبة الأعلى في موضوع الاستثمار بتكون لصالح مجلس الإدارة والنادي الأهلي، فبالتالي ضرورة وجود عضو من مجلس الإدارة بيمثل هذه النسبة القرنية 51% داخل الشركات. أما بالنسبة للدعوة للجمعيات العمومية، فكرة البنود الكثيرة في الدعوات لهذه الجمعيات سواء العادية أو غير العادية، المجلس الأهلي شايف أن تكون في طلب واحد. عموما الأهلي خلاص بيستعد بشكل جيد، عندنا استعدادات للمرحلة القادمة بإذن الله. كل التوفيق لفريق النادي الأهلي. حلقتنا النهاردة فيها تفاصيل كثيرة جدا، عندنا في الفقرة الأولى الكابتن حمدي أبو راضي نجم النادي الأهلي الأسبق هيكون ضيفنا في الفقرة الأولى، هنتكلم في تفاصيل كثيرة جدا متعلقة باختيارات الناشئين والمواهب والاكتشافات وأيضا كمان رؤيته للفريق الأول لكرة القدم. ثم النهاردة في الفقرة الثانية هيكون زميلي عمر ربيع ياسين النهاردة في الفقرة الثانية معاه نجم طبعا متألق وصاحب يعني جولة تدريبية في إنجلترا، هيكون مفاجأة مع زميلي عمر ربيع ياسين. والفقرة الثالثة مع الكابتن خالد العوضي وإطلالة على جهاز ألعاب الماء وجهاز السباحة داخل النادي الأهلي. لكن بعد الفاصل هيكون ضيفي في الفقرة الأولى الكابتن حمدي أبو راضي. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله، واللي بيشرفنا فيها ضيف نجم كبير جدا الكابتن حمدي ابو راضي احد نجوم النادي الاهلي، واللي بالتاكيد دوره فقط مش كان لعيب في النادي الاهلي او نجم تالق في فتره ما مع فريق كره القدم في النادي الاهلي، لكن كمان دوره مستمر سواء كان في اللجنه الفنيه او حتى في هذه الفتره التواجد مع قطاعات الناشئين، يعني جوله كبيره جدا في الملاعب المصريه زي ما بيقولوا الكشافين لاختيار المواهب وانضمامهم داخل صفوف فريق النادي الاهلي. كابتن حمدي برحب بيك، مشرفنا ومنورنا. برحب بيك طبعا، وانا سعيد جدا اني موجود معاك يا محمد، وبنتهز الفرصه دي اني بقول كلمه للكابتن الخطيب. الف حمد لله على سلامتك، وربنا ان شاء الله يتم بشفاك على خير يا رب. يا رب باذن الله، عاد الى الوطن سالما باذن الله ويتواجد وسط اسرته وعائلته وداخل بيته في النادي الاهلي باذن الله. كابتن حمدي، اولا عايز اتكلم عن المرحله اللي لعبت فيها داخل صفوف الفريق الاول، وكان جيل متميز جدا، مش بتكلم بس على صعيد البطولات، الكره الجميله، الكره الحلوه، حتى الاسامي لسه متعلقه باذهان الجميع في الفتره الحاليه. احنا بنتكلم عن جيل الثمانينات او حتى اللي قبل كده كمان في السبعينات والستينات، مع جيل التسعينات اللي خد بالتاكيد وعمل رقم قياسي ريكورد في موضوع 7 بطولات دوري متتاليه. هو طبعا يعني احنا من الجيل اللي ربنا كرمنا فيه في التوقيت اللي احنا لعبنا فيه، وكان حظنا ده في رايي الشخصي يعني حظنا افضل من الجيل اللي دلوقتي اللي موجود دلوقتي. طبعا الثمانينات والسبعينات ما كانش الكوره والميديا والاعلام والكم الجرايد دوت نفس الانتشار زي دلوقتي. لان دي طبعا ايه وسائل بتلهي الناس شويه وبتلهي لعيبه الكوره. احنا كان وقتنا احنا كنا تركيزنا كله ان احنا لعيب الكوره، ان احنا بنمتع نفسنا، بنمتع جماهيرنا، كل واحد ليه طموح. فكان يعني يعتبر ان احنا في التوقيت اللي احنا لعبنا فيه احنا محظوظين يعني.
محظوظين. آه. ده عكس ما بيقال، كله يقول لك ما كانش علينا السبوت الاعلامي القوي زي دلوقتي، الماديات وحاجات كتير جدا، لكن انت ليك وجهه نظر مختلفه تماما يا كابتن حمدي. ودي حقيقه انا مقتنع بكده. يعني انت يعني لو قارنت تمرينات من التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي هتلاقي وضع مختلف خالص، حتى النواحي الاخلاقيه، النواحي التشجيعيه، الجماهيريه غير دلوقتي خالص. يعني زمان المدرجات كانت اسر، كانتش اشخاص، اسر، الناس راحة تستمتع، وكان اليوم منظم، الحياة منظمة، ما كانش فيه يعني فترة تصارع دلوقتي. اليوم مش منظم، الدنيا زحمة، السكك زحمة، الناس متوترة على طول، والتوتر دوت بيجي على اللعيب. اللعيب برضو زمان غير دلوقتي، اللعيب زمان حياته كانت منظمة، يومه كان منظم، مفيش حاجات كتير بتخرجه عن الهدف بتاعه او عن الموهبه اللي ربنا اداها له. لان برضه يعني حاجه مهمه وقتها، اللي كان بيمارس كوره وبيلعب كوره كان بيلعب عشان الكوره، كان بيلعب عشان الكوره وكان موهوب. ما كانش فيه صناعه في الكوره، الموهوب بس هو اللي بيلعب. دلوقتي الكوره بقت صناعه، اي حد ممكن عنده الامكانيات وبنشوف الكلام ده كتير بيقدر يمارس الكوره ويخش يبقى لعيب كوره. فادي الفرق بيننا وبين الزمن دلوقتي. يعني مين من الجيل معاك، الجيل بتاع الاهلي في التوقيت ده، حتى في المعسكرات او السفرات كان دايما معاك في الاوضه الفتره دي، ابرز الاجيال اللي كانت موجوده في النادي الاهلي؟ بص، هو الاجيال انا طبعا يمكن في اول الثمانينات طلعت في الدرجه الاولى، كان وقتها كابتن فتحي مبروك لسه معتزل، كان كابتن مصطفى يونس كابتن الفرقه، كابتن خالد جد الله، وكابتن خالد جد الله، وكابتن مصطفى عبده، وكابتن خطيب، كان هم اللعيبه الكبيره موجوده في الفرقه ساعتها، كان هم اللعيبه الكبيره، كابتن مختار، كابتن ماهر همام، كابتن اكرامي، كابتن ثابت البطل الله يرحمه، كابتن زكريا ناصف، علاء ميهوب، ربيع ياسين، محمد حشيش، يعني في كتير، ويعني مش عايز انساهم يعني. انما كان اقرب واحد ليا، كنا دايما يعني ايه اللي هم الدويت اللي موجود في السفريات في الاوض، في دايما متواجدين مع بعض، كابتن علاء ميهوب، كنا دايما متواجدين، لان كان بيجمعنا في هارموني، يعني صله مشتركه. هو بيحب يعني بيشرب شاي كتير، وانا اتعلمت الشاي منه كتير، فكان دايما التواجد معنا في الاوضه، معنا المعدات بتاعه الشاي اللي نقدر نشرب فيها شاي وبتاع. فكان هو كابتن علاء ميهوب طبعا رفيق الغرفه معايا على طول، وفضل رفيق حتى بعد كده، حتى بعد ما اعتزلته في اللجنه الفنيه، ونفس الطقوس اعتقد، يعني تشربوا شاي في الاجتماعات في اللجنه الفنيه كانت كتير برضه لحد دلوقتي. لحد دلوقتي بس هو غير شويه دلوقتي، بقى بيشرب كابتشينو وبتاع، بيغير متطلبات يعني العصر. طيب كابتن حمدي مرادي، احنا بنتكلم عن المرحله الحاليه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، ممكن مرحله بتبحث فيها عن النتائج اكثر من الاداء، وانا بتحدث عن الفريق الاول لكره القدم وعنده مباراه مؤجله مع الجونه وسلسله من المباريات المحليه في التوقيت الحالي خلال شهر ديسمبر تحديدا. بص، نتكلم بصراحه شويه في النقطه دي بالذات، احنا في الوقت الحالي كنادي اهلي، انا بتكلم كلاعب وك يعني راجل بيعمل في النادي الاهلي، مش مطلوب اداء ونبص على الاداء دلوقتي، لان احنا في ظرف استثنائي من كم اصابات لكم يعني حاجات كتير، عوامل كتير يعني خارجيه وداخليه النتيجه اللي المفروض احنا بنبص لها دلوقتي كلاعيبه وجماهير تبقى يعني فاهمه كده كويس، 3 بونت هم اهم شيء، لان احنا بنعيد الترتيب من اول وجديد، واعاده الترتيب دوت لازم يواجبه في الناحيه الثانيه نتائج جيده. مش مهم الاداء، يعني مش هنقول ان الاهلي لا ده كسب 3 خد 3 بونت بس الاداء وحش وبتاع، ده مش وقته دلوقتي. احنا بنهم يعني بدايتنا المباراه اللي فاتت بتروجيت، معظم الناس يقول لك الاداء وحش يعني مش على القدر والكلام دوت، يعني احنا بنبص في التوقيت دوت ان احنا نقف على رجلينا، اللعيبه تستعيد الثقه، جماهير تستعيد الثقه في لاعبتها. النادي الاهلي مختلف عن اي نادي تاني، مشكلتنا ان احنا مش تواجد بس، احنا رقم واحد بطولات سواء داخلية او خارجية، فده عبء كبير علينا. فعشان نخش في الطريق تاني مظبوط، احنا يهمنا في الوقت الحالي ده 3 بونت، مش هنبص على الاداء قوي، ودي اهم شيء. يمكن المباراة اللي فاتت 3 بونت اعادوا الثقة
للاعبين. واتوقع انا مباراه الجونه بكره هيكون في نتيجه واداء، لان برضو فرقه الجونه بتلعب لعب مفتوح، مفيش ما يقفلوا الملعب ويضيقوا مساحات هم، ودي ميزه كويسه. واحنا كنادي اهلي ولاعيبه النادي الاهلي بتحب دايما ان الملعب يبقى مفتوح واللي قدامها يجاريها في اللعب. فان شاء الله باذن الله يكون بدايه تعديل المسار من ماتش بتروجيت للمرحله الجايه دي، مرحله مهمه جدا، يبقى فيها استقرار، يبقى فيها اعاده ترتيب من كل شيء، من الفريق الاول لقطاع الناشئين، لان النادي الاهلي دايما مرهوم بنتائجه، جماهيره كتير. لا تتخيل نفسيه الجماهير كبير وصغير لما بيكون النتيجه مش على هواء، مش فوز، اه يعني حتى لو تعادل برضه الجمهور بيبقى زعلان، عايزك تكسب على طول. هو دايما، لان هو دايما بيفكر في البطوله. هو الجمهور خد الـ 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 الميزه دي من اللعيبه ومن النادي الاهلي، ان دايما بيبص على البطوله، مش مجرد ان هو تواجد والنهارده تعادل مش مشكله. التعادل دي يعني في القاموس عندنا، انا بتكلم عن نفسي من ايام، من اول ما لعبت كوره في النادي الاهلي، القاموس عندنا التعادل ده اكبر خساره. يعني ازاي انا هواجه زمايلي واصحابي في الشارع واصحابي في الحته، ازاي هواجه اخواتي في البيت بالنتيجه دي؟ مش عمليه ان انا لعبت وخلاص، لا لعبت بس عندي مسؤوليه تجاه جماهيري، جماهيري دي مطلوب مني ان انا افرحها دايما، فده عبء كبير دايما. واحنا لعبت النادي الاهلي دايما على قدر المسؤوليه الفتره اللي فاتت، معلش اي نادي بيقدر يجي يقع في الموقف دوت، انما النادي الاهلي طول عمره الرجوع بيبقى اقوى مما الناس تتخيل. بيعمل كامباك بشكل مختلف تماما، خالص مختلف خالص، يعني بينسي الناس اي فتره فاتت تكون الناس مش راضيه عليها. طيب مباراه الجونه بكره شايفها ازاي على المستوى الفني، في ظل ان في ظرف متشابه؟ الجونه برضو كان بيمر بسلسله نتائج ليست على ما يرام، غير الجهاز الفني، تولى القياده الكابتن حماده صدقي كمدير فني لفريق الجونه، فبالتالي شايف المرحله دي ازاي وشايف المباراه ازاي في ظل المعطيات ديت؟ بص، هو النادي يعني فريق الجونه من الفرق اللي انا فوجئت بيها طبعا ببدايه الدوري، فرقه منظمه، فرقه محترمه، فرقه تملك عناصر جيده جدا جدا جدا، والفريق اللي بيبقى فيه كم كبير من العناصر المهاريه، ناس كتير بتلعب كوره، بيقدموا كوره كويس، ويمكن عملوا نتائج كويسه كتيره. انا اتوقع طبعا ان الكابتن حماده صدقي، مع تغيير المدرب ممكن ناس تقول بيغير الطريقه، طبعا ما فيش الفتره قليله جدا الكابتن حماده صدقي يغير الطريقه او الشكل او اداء الفرقه. انا اعتقد ان هم هيمشوا على النمط اللي هم بيلعبوا بيه من اول ماتش في الدوري. هي فرقه ما بتدافعش، هي فرقه في توازن فيها الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه، لان خطوطها الثلاثه متكامله ومتناسقه. اتوقع طبعا ان المباراه بتاعت بكره هتبقى مباراه ممتعه، لان الفرقتين بيلعبوا كوره. احنا كنادي اهلي نتيجه مباراه بتروجيت والثلاثه بونت هتدينا دفعه كويسه، وهتدينا ثقه في هيبقى فيه اداء فيها نتيجه. فاتوقع ان بكره هتبقى مباراه ممتعه جدا جدا. حماده صدقي في الجونه ممكن تكون مباراه مختلفه بالنسبه له، هو هيلعب النادي الاهلي؟ لا ما اعتقدش، هو طبعا هو كابتن حماده صدقي. طيب قبل ما نكمل، لان النهارده كان في اجتماع مهم جدا في اتحاد كره القدم، اجتماع مجلس اداره اتحاد كره القدم برئاسه المهندس هاني ابو ريده، خرجت مجموعه من القرارات عقب هذا الاجتماع، وبالتالي بينضم لنا دلوقتي على الهاتف المهندس احمد مجاهد، عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم. مساء الخير يا باشمهندس. خير يا استاذ محمد، وبمسي على الكابتن حمدي ابو راضي وعلى كل المشاهدين. مشرفنا ومنورنا، واولا تحياتنا ليك. اجتماع اكيد كان مهم جدا، عديد من القرارات صدرت من هذا الاجتماع، وكان البعض بيتنبأ بقرارات اخرى، لكن نسمع من حضرتك القرارات الرسميه التي صدرت من اجتماع اتحاد كره القدم. هو الحقيقه النهارده اول اجتماع بوجود المجلس نصاب مكتمل بعد انتخاب الكابتن احمد سمير والدكتوره دينا رفاعي في الانتخابات التكميليه
الجمعيه العموميه اللي جرت في 30 اكتوبر الماضي. كان اول القرارات كان تزكيه الكابتن احمد شوبير ليكون نائبا لرئيس الاتحاد. والقرار تم بالتزكيه دي نمره واحد. نمره اثنين تكليف الدكتوره دي في نفس الكره النسائيه. نمره ثلاثه كان في الموافقه على اعتماد لجنه شؤون اللاعبين ولائحه فضل المنازعه المقدمه من الكابتن مجدي عبد الغني بصفه رئيس لجنه شؤون اللاعبين. استعرض المجلس مع الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات موقف مسابقه القسم الاول والموسم الحالي. وكان في كلام ان شاء الله باذن الله المجلس مفتوح في يوم 10 ديسمبر هيجي الحاج عامر تاني للعرض النهائي لموقف البطوله. احنا عارفين ان في خمس لعيبه هيتم اضافتهم لانديه القسم الاول في قيد يناير. خلاص انا بضيف لك خمس لعيبه وهيكون بعد كده في بقى مباريات يقدر الحاج عامر يحط مباريات مثلا للفرق المشاركه في افريقيا بين مباراتين الافريقيتين يقدر يحط مباراه في النص. تقدر عندك خمس لعيبه جداد، عندك عدد من اللاعبين اللي هيخرجوا او هينتقلوا من تقدر في اي مكانهم. يوم 10 ان شاء الله هيبقى العرض النهائي لموقف الدوري. تمام. كان في استعراض من الدكتور محمود سعد رئيس المدير الفني للاتحاد عن عمل اللجنه الفنيه الفتره المقبله وموقف الانتخابات الثالثه. كان في قرار باحداث مسابقه كاس مصر للشباب من مواليد 97 على قرار مسابقه كاس مصر للفريق الاول. ده بين كل الانديه مجرد في اشتراك 1000 جنيه زي مثلا بيشترك 5000 جنيه بيشارك في كاس مصر كل انديه مصر من الدرجه الثالثه والرابعه والثانيه لحد ما يوصلوا الدور ال 32 مع فرق القسم الاول. هيكون في مسابقه لكاس مصر لان في فرق كتير من الفرق اللي مش مشاركه في مسابقه القسم الاول عندها مراحل ناشئين قويه وعندها ناشئين على مستوى عالي. فهيتم استحداث مسابقه كاس مصر ان شاء الله باذن الله. هيبدا الاشتراك الرغبه في الاشتراك اعتبارا من اول الاسبوع المقبل ان شاء الله باذن الله. ثم هتجرى القرعه بين انديه الدرجه الثالثه والرابعه ثم الثانيه وصولا لانديه الدوري الممتاز او القسم الاول. وان شاء الله باذن الله هيقام النهائي بتاعها في احد الاستادات الكبيره وهيسلط عليها الضوء بشكل كبير. استعرض المجلس طبعا استعدادات البطوله الشاطئيه المؤهله لكاس العالم تجري في شرم الشيخ اعتبارا من 8 ل 14 ديسمبر الحالي. ثم في الاخر المجلس مفتوح ان شاء الله باذن الله حتى يوم 10 هنقعد تاني وفي ملفات لسه ما زالت مفتوحه ان شاء الله. طيب هم في سؤالين يا كابتن احمد. السؤال الاول متعلق ب موعد نهايه الدوري العام، والنهارده كان في جلسه مع الحاج عامر حسين وحضر الاجتماع عشان التصور وهيحضر معاكم الجلسه الممتده يوم 10 ديسمبر. يعني لغايه لما يقدم التصور النهائي الخاص بلجنه المسابقات فيما يتعلق بمسابقه الدوري الممتاز، فيما هو يقال ان احتماليه الدوري نفسه من خلال دي الوقت والمسافات في الفتره القادمه ممكن نستكمل البطوله بعد كاس الامم الافريقيه في الكاميرون او خلاص بعد سحب البطوله من الكاميرون. يعني لسه مش عارفين الفتره الجايه البطوله فين، لكن بغض النظر يعني البطولة الدوري هتستمر بعد كاس الامم. وهنا هتبقى عندنا مشكله انك لما تيجي ترسل اسامي الانديه المتاهله لدوري الابطال وكاس الكونفدراليه هيكون الوقت صعب جدا، لانك ساعتها هتكون داخل في بدايه البطوله الافريقيه للعام القادم اللي هتنطلق في شهر اغسطس. فالوضع ده اتحاد الكره شايفه ازاي وهيتم حله ازاي؟ ان شاء الله باذن الله هتنتهي البطوله المحليه قبل بدايه قبل اختيار الفرق المشاركه في البطوله الافريقيه الموسم الجديد ان شاء الله باذن الله. هنفعل كده وان شاء الله باذن الله هينتهي قبل تحديد الانديه المشاركه في البطوله الافريقيه الموسم باذن الله. طيب برضو في خبر نازل على لسان حضرتك ان مصر بتنفي التقدم باي طلب لاستضافه كاس الامم بدلا من الكاميرون في صيف عام 2019. لا هو الكلام كان ان المساله بهذا الشكل ما هياش اتحاد الكره لوحده، ده المساله فيها تصديق مع كتير جدا من الاجهزه المختلفه واجهزه الدوله المختلفه. انت عارف ان في تعاقدات حكوميه وما الى ذلك وفي تنسيق مع الاشقاء العرب في القاره. فاحنا قلنا بالتحديد لو كان لدى
اي من الاشقاء وخاصه المغرب الرغبه في التقدم بتنظيم البطوله فاحنا هنكون داعمين ولسنا في مجال تنافس مع اي من الاشقاء حتى الافارقه. احنا قلنا ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الدوله الحاليه للاتحاد الافريقي، احنا مش في معرض المنافسه مع اي من الاشقاء، لكن لو في اي وقت في اي ازمه في اي بطوله خاصه بالاتحاد الافريقي وطلبوا من مصر المساعده فاحنا جاهزين فورا، لكن احنا مش في مجال تنافس مع اي من الاشقاء، واحنا بنرحب تماما باي حد من الاشقاء يقدم البطوله الافريقيه. اكيد. سؤال اخير كابتن احمد، يعني عايز اتضح منك الامر ان في اخبار كتيره بتنزل على المواقع النهارده تحديدا صباحا قبل اجتماع مجلس اداره اتحاد الكره، قيل فيه ان في مذكره متقدمه من الكابتن عصام عبد الفتاح ضد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، حقيقه هذا الامر وما نوقش داخل هذا الاجتماع في اتحاد كره القدم؟ الو، طب يبدو اننا فقدنا الاتصال بالكابتن احمد مجاهد، بس ده كان سؤال مهم عشان نعرف الوضع، لان النهارده العديد من المواقع كتبت هذا الموضوع، فكنا عايزين نعرف هذا الخبر مدى صحته من عدمه من الكابتن احمد مجاهد. كابتن حمدي، الفترة القادمة يعني المهندس احمد مجاهد اتكلم على استضافة كأس الأمم، قال مصر داعمة لأي دولة خلال الفترة القادمة، أيضا كمان مسابقة الدوري العام في اجتماع ممتد يوم 10 ديسمبر عشان نشوف يعني إمكانية إن احنا ننهي المسابقة بإذن الله قبل كأس الأمم عشان ما ترتبطش بالمواعيد المتعلقة بالاتحاد الأفريقي ومشاركة الأندية المصرية في البطولات الأفريقية. نتمنى طبعا ان الكلام دوت يتم، انما هو يعني ايه مش هيتم الا بمساعده الانديه كلها، لان انا بشوف انديه بتعترض على مباريات، لا اجل لي، لا اعمل لي، لا الكلام دوت، فكل دوت ما بيساعدش المسابقه ان هي تنتهي في التوقيت ده. فاتمنى طبعا ان الكلام اللي قاله الباشمهندس احمد مجاهد يتم تنفيذه بمساعده الانديه ومجالس ادارات الانديه. والدوري دوره مهم جدا ينتهي قبل كاس الامم. طبعا، لان لعيبه المنتخبات كلها في انديتها. طيب انا رجع لي تاني للمهندس احمد بجاد. يا باشمهندس، اعيد السؤال تاني ولا سمعته حضرتك؟ انا سمعت السؤال وبعدين الخط قطع بقى. طب كويس حضرتك معانا تاني. ما عجبوش السؤال يمكن. لا انا عبقري بس على المحور عشان كده. اكيد. لكن انا سمعت سؤالك. احنا بس عايزين نوضح الموقف بالظبط. لم يتم التطرق اطلاقا في مجلس إدارة لا من قبل الكابتن عصام عبد الفتاح أو أي من الزملاء الأعضاء هذا الأمر من قريب أو بعيد. إجابة قاطعة. شكرا ليك يا باشمهندس وكل التوفيق لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم في الفترة القادمة بإذن الله. ربنا يكرمك يا أستاذ محمد، التوفيق إن شاء الله. للتوفيق بإذن الله، شكرا جزيلا. كانت إجابة قاطعة وإجابة كنا عايزين نسمعها بمصدر رسمي من داخل اتحاد كرة القدم عشان ما يكونش فيه فرصة إن البعض يستغل الفرص دي و يحاول يصير أزمة بشكل غير داعي، لأن في ظل أن كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ ما هاجمش، هو كان بيوجه تساؤلات يا كابتن حمدي، بيعايز يعرف بالظبط مجموعة من الأمور وما كانش بيهاجم ولا بيوجه لوم على أي حد، وكان بيتكلم بشكل طبيعي وبشكل منطقي وبشكل فيه احترافية وبشكل محترم كمان. هو بس ده حقه، حق مشروع أنه هو بيسأل وبيعرض وجهة نظره، إنما بدون تجاوز. بالظبط، هو راجل ما تجاوز، إنما أنت في زمن الميديا فيها تأويل لكل شيء وتغيير اتجاهات لكل شيء، فهنمشي وراء الإشاعات، دي أكبر مشكلة. أنت خدت دلوقتي يعني رد قاطع. رد قاطع من المهندس أحمد مجاهد، فيبقى يعتبر الموضوع انتهى. أكيد. طيب الدوري حضرتك كنت ذكرت قبل ما يعود لنا المهندس أحمد مجاهد من تاني، ضروري جدا تنتهي المسابقه بكاس الامم عشان كمان مش هتكلم على انك بترسل اسامي الانديه المتاهله للبطولات الافريقيه، لا، الفرقه كمان اللي بتستعد للبطوله الافريقيه والموسم الجديد يكون عندها فتره على الاقل اسبوعين ثلاثه تاخد راحه واستعداد للموسم الجديد. بص، دي مشكله كبيره، خلي بالك احنا الاجنده زحمه قوي يا كابتن حمدي جدا، وبعدين دي بقى لها فتره طويله، لعيب الكوره فتره الراحه بتاعته ما بيقدرش ياخدها، فلحهم المواسم في بعض، ده برضو بتيجي في وقت بتأثر، بتبص تلاقي نادي زي زمالك، نادي أهلي، أي نادي في الدوري المصري عنده كم إصابات، لأن فترات الراحة اللي دول العالم كلها بتهتم بيها إحنا ما بنهتمش بيها. فمهم جدا طبعا الأندية تقدر ترتب نفسها، اللعيبة يقدر يرتب نفسه، ما يبقاش رايح مجهد للمنتخب بتاعه وعنده إصابة، فدي مشكلة كبيرة. فيا رب إن شاء الله يعني
مسابقه الدوري العام تنتهي في ميعادها المظبوط زي المهندس احمد مجاهد ما قال، ده هيعود بالايجاب على لعيبه المنتخب. موسم صعب في ظل انك كمان البطوله الافريقيه العام الحالي بدل ما كانت بتقام على مدار عام كامل هتتلعب في 6 شهور، حتى في شهر يناير ان شاء الله لما تاهل لدور المجموعات كل شهر هتلعب مباراتين، في شهر 1 ماتشين، في شهر 2 ماتشين، 3 ماتشين، تيجي على شهر 4 هتلعب مباريات دور الثمانية مع مباراه من السيمي فاينل، شهر مايو هيبقى فيه مباريات سيمي فاينل مع المباراه النهائيه، فتحس ان انت بتلعب مباريات افريقيه اكتر من المباريات المحليه، فهتجيب وقت منين مع ضغط مباريات مع مباريات مؤجله؟ الجهاز الفني اتعامل ازاي مع الملفات زي كابتن حمدي من الناحيه الفنيه واللعيبه نفسها تاهل نفسها للزحمه او الازدحام في الاجنده خلال الفتره الجايه؟ وطبعا انت ده واقع يعني مش هنقدر نخرج منه، فلازم نهيئ نفسنا ونرتب افكارنا ونرتب ايامنا ونرتب الفكر المجمع كله على هذا الوضع، لان انت دلوقتي ما بقتش بطوله افريقيه، في بطوله عربيه، في دوري عام، في كاس مصر، في حاجات كتيره جدا، زائد المشاغل اليوميه للاشخاص سواء كانوا لعيبه او مدربين او 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 او، فبرضه دي العامل الكبير عليها على اللاعب نفسه، ازاي يقدر يحافظ على نفسه، ازاي يريح نفسه، الى جانب الاجهزه الفنيه يبقى فيه يعني خط ماشيين عليه كلهم، كل الناس ماشيه عليه، ما يبقاش ده في اتجاه وده في اتجاه علشان نبعد عن يعني انت احنا في الوضع دوت موجود في النادي الاهلي دلوقتي قد ايه كم اصابات؟ صعب جدا كتيره جدا صعب جدا كتيره جدا جدا يعني على مدى التاريخ ما حصلتش، فده ناتج قديم مش 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 وليد السنه دي يعني. فنتمنى طبعا ان الدنيا تمشي اللي هو يهيئ الجو للاعيب الكوره ان هو يؤدي، عنده ارتباطات مع النادي بتاعه، عنده ارتباطات مع المنتخب، لان في الاول وفي الاخر الدوري ناتج للمنتخب منتخب مصر، وده طموح كل لاعب ان هو يلعب في منتخب مصر، واحنا برضو منتخب مصر رائد في القاره الافريقيه، فنتمنى طبعا تكاتف الجميع ان 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 يساعدوا اتحاد الكوره ويساعدوا لجنه المسابقات في المباريات المؤجله او الاعتراضات على المباريات، وانا النهارده انا عندي كذا وانا مش هقدر العب وانا اجل لي اشمعنى دوت واشمعنى دوت، فدي حاجات مش في صالح الكوره يعني. اكيد. طيب هو يعني بصراحه تحديد اتحاد الكوره جلسه يوم 10 ديسمبر للاجتماع مع الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات لتقديم التصور النهائي وموعد نهايه الموسم موسم 2018-2019 ده شيء ايجابي جدا وجيد عشان تحضر للمرحله القادمه في شهر يناير وخلال ال6 اشهر القادمه، عدد مبارياتك المؤجله في الدوري، مواعيد المباريات القادمه، مواعيد المباريات الافريقيه، واستفادتك من القيد اللي هيكون في يناير، فبالتاكيد كل الاجنده دي هتكون مهمه للاجهزه الفنيه عشان تبقى قدامها خريطه واستراتيجيه تحضر ليها بشكل جيد للفتره القادمه. طيب كابتن حمدي انا بنتكلم برضو على مباراه الجونه. خلال الفتره الاخيره في مباريات الاهلي ظهر عدد من اللاعبين الجهاز الفني بقياده كابتن محمد يوسف اداهم فرصه التواجد في مساحات معينه من المباريات الاخيره، سواء كريم نيدفيد، احمد علاء، احمد الشيخ، عوده كمان ناصر ماهر. شايف الفرصه ازاي وتقييمك لادائهم ومشاركتهم مع الاهلي في المباريات الاخيره؟ بص هو يعني النقطه دي بالذات اللعيبه اللي انت ذكرتهم، اللعيبه دول على مستوى عالي جدا جدا، كل ما يحتاج ليه اللي هو الثقه. اي لعيب كويس محتاج انه ياخد الثقه، محتاج انه يلعب، محتاج التجاهل هو اللي بيوصل للنقطه دي، زائد برضو ان اللعيب بيبقى مشترك في مستواه الفني وفي ادائه، مدى تركيزه في الفريق ايه، هل عنده مشاكل خارجيه، هل عنده حاجات بتاثر عليه، برضو دي الجهاز الفني لازم يراعي النقطه دي، كون انك انت تعرف حاله اللعيب بتاعك دي مهمه جدا جدا. الموضوع مش موضوع ان انا عندي 11 لعيب بنزلهم، لا، لازم يبقى في تقارب بين الجهاز وبين اللعيبه علشان حتى يقدر يستنتج انا شايف النهارده حمدي هيبقى كويس ولا مش كويس. مش عارف الكلام دوت الا ان انا اقرب منه، ان انا اشوف مشاكله، ان انا مش مجرد ان هو موجود في الفرقه، لازم اللعيب يحس بنفسه في الفرقه ويحس بقيمته في الفرقه. وبرضه مهم جدا على لعيب الكوره
وخاصة في النادي الأهلي إن هو يهيئ نفسه للمنافسة، يهيئ نفسه إن هو لعب أو ما لعبش يبقى واقف على رجليه، ما يجيش أقدر عايز أستعين بفلان النهاردة وهو بره التركيز وبره. فالشكل العام بيبقى باين في الملعب إن هو مش مركز، إن هو مش كويس، إن هو مش في حالة كويسة. فدي برضو يعني أنا دايما يعني في النقطة دي بالذات بعيب على لعيب الكورة بنسبة 70% إن هو ما بيهيأش نفسه أو حتى بيدي الإيحاء للجهاز إن هو واقف على رجليه. طيب. وإن هو في الفكرة دي كابتن حمدي شايف إنك لعيب ما كانش بيلعب فترات طويلة والجهاز الفني بيراهن على إن هو يدفع بيه في المباريات القادمة، الرهان ده ممكن تكون فكرة ناجحة إنك تستغل الدوافع اللي عند اللعيب وإن الجهاز يعتمد عليه في المباريات القادمة بشكل عام بدون ذكر اسامي لعيبه مثلا؟ بس مش بصفه عامه وبعدد كبير، هي ممكن تيجي في لاعب او اتنين، لان وده اللي حصل دلوقتي. اللعيب في اللعيبه اللي هو بالمواصفات اللي انت بتقولها دي ان هو بعيد عن المشاركه فتره طويله وتيجي تراهن عليه، لازم يبقى ليه مواصفات ما تبقاش موجوده في كل لعيب. فبرضه بدون ذكر اسامي يعني انا في القايمه الكابتن محمد يوسف حاططها بكرة، أنا براهن على لعيب ومش أقول على الاسم بتاعه، ينطبق عليه المواصفات اللي انت قلتها. طب هو سؤال القادم الله أعلم، مش عارف بقى تقصده ولا ما تقصدوش، عودة مؤمن زكريا للمباريات وتواجده في قائمة مباراة الغد. أقصده. تقصده. أنا كان إحساسي كده. ترى عودته إزاي؟ مؤمن من الشخصيات اللي بتأثر بالحاجات الخارجية كتير، يمكن الفترة اللي فاتت دي موضوع اللغط اللي موجود ومش عايز يجدد عقده ومش عارف ايه وطالب النادي لازم ياخد الفلوس القديمة والكلام كل الكلام دوت انا يعني ببصم 100% انه غير صحيح. انما هو اثر على مؤمن، اثر على تركيزه، اثر على ادائه. يمكن الفترة اللي فاتت مؤمن وهو مستبعد مستر كارتيريو مستبعده وهو لعب ماتش مع فريق الشباب 97 بالظبط. المباراه دي كانت صعبه، كانوا بيلعبوا الجونه على في مدينه نصر. في مدينه نصر. جه ضربتين جزاء للنادي الاهلي، اول ضربه هو ضيعها، الضربه اللي بعدها ب 10 دقائق. كنت موجود في الماتش يا كابتن حمدي؟ لا ما كنتش موجود لان انا كنت جاي القناه هنا بس كنت بتفرج عليه في البيت قبل ما تمام. لما اتزعل الهواء. تمام. فانا بقول قلت يا رب عادل عبد الرحمن يديله الشوط الضربه الثانيه. وفعلا اداها له واحرز منها جول، يمكن هو جول الماتش انتهى 1-0 بالجول دوت. فرحه مؤمن زكريا بالهدف دوت لا تتخيلها، انا افتكرت ان هو بيلعب نهائي افريقيا يعني، فرحه كبيره جدا. فكانت واضحه عليه كم الضغوط، الضغوط اللي بره، ولما خد الثقه في 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 لحظه ظهر معدنه الحقيقي. فأنا براهن عليه بكرة مؤمن. الفترة اللي فاتت دي أثرت عليه ويمكن الميديا أثرت عليه شوية، وأكيد إن هو رجع للتركيز تاني، وأنا براهن عليه بكرة رهان كبير جدا يعني. طيب برضو بتكلم في جزئية المدارس التدريبية، يمكن الفترة الأخيرة في الدوري العام في مدربين كثيرين رحلوا عن أندية، يمكن لم يتبقى غير حوالي 3 أو 4 أندية لسه ما غيروش الأجهزة الفنية بتاعتهم، لكن بتكلم على الأهلي تحديدا، المدرسة التدريبية اللي ممكن تقود النادي الأهلي من وجهة نظرك الفنية ومن خلال تعاملك حتى مع عديد من المدربين الأجانب في فترة سابقة داخل النادي الأهلي. أنا في يعني في الحتة دي بالذات يعني مفيش مدرسة تدريبية النادي الأهلي واقف عليها. هو النادي الأهلي نفسه ليه مواصفات في المدرب اللي بيجي، سواء من البرتغال، سواء من الأرجنتين، سواء من ألمانيا، سواء احنا كل الناس اتعاملنا مع مدرب من قبرص. هو فرنساوي اصلا بس يعني واخد الجنسيه القبرصيه وكان في قبرص واحنا تعاملنا معاه. كون ان هو في الوقت دوت ان هو لا يرتقب مثلا بالمستوى العالي، انما لعيبه النادي الاهلي لا يؤثر فيهم المدرب حتى لو كان السيره الذاتيه قليله او تعامله او فكره قليل مع لعيبه النادي الاهلي، الكلام ده ما يفرقش معاه ابدا، لان لاعب النادي الاهلي مختلف خالص، ليه فكره، ليه ابداعه، ليه طريقته، ليه هدفه، ليه تربيته. يعني انا اي مدرب يجي يتماشى مع النادي الاهلي بس بمواصفات النادي الاهلي. ما
بس كل مدرسه تدريبيه ليها مواصفات معينه في اداء اللعبه. يعني في مدرسه بتعتمد على الاستحواذ، في مدرسه بتعتمد على الدفاع، في مدرسه بتعتمد على الهجوم وعدم الاهتمام بالدفاع بشكل زائد، في مدرسه بتعتمد على الشغل الطولي او الكرات الطوليه زي ما بيقولوا المدرسه الانجليزيه سابقا. برضو المدارس التدريبيه انت ممكن اكيد حسب القماشه اللي معاك بتحب تشتغل على المدرسه اللي هتيجي. اكيد طبعا، بس هو برضو يعني اي مهما كان المدرسه اللي جايه هو مش جاي ما يقدرش يطبق طريقته بره، لان هو بيجي يشتغل على طبيعه المجموعه اللي معاه، اللاعب كمان يعني طبيعه البلد. انت جاي بلد هتمشي البلد على طبيعتك ولا انت هتمشي على طبيعتهم؟ فانت يعني على حسب فكر المدرب، الفكر الراقي اللي هو بيقدر يتعامل مع اي مكان. فدي نقطة مش مختصرة ان احنا نقول النادي الاهلي محتاج المدرسة الارجنتينية المدرسة البرتغالية، لا، احنا محتاجين مدرب شخصيته تتماشى مع شخصية النادي الاهلي، زائد انه ليه فكر، ليه طريقة، ما مش مجرد ان انا جايب مدرب اجنبي جاي ارص 11 لعيب، ما هو اي حد بيقدر يرص 11 لعيب، انما انا جاي بفكر. الفكر مش مختصر على الدرجة الأولى، الفكر مختصر من تحت، لأن تحت ده أهم من اللي فوق. طول ما الناشئين، قاعدة الناشئين قوية، ليها برنامج، ليها شغل، ده بيصب للدرجة الأولى الأول. للدرجة الأولى، ما يجيش أنا أشتغل في وادي والقطاع الناشئين بيشتغل في وادي. طيب أنا طلعت لعيب عندي، أنا النادي الأهلي اشترى لعيب مواليد 99 أو 98 أو 97 تحت السن، بينزل يلعب مع فرقته بطريقه، طب هو جاي على الدرجه الاولى، فلازم يبقى فيه التوحيد. ودي مهمه المدرب الهيد اللي فوق في الدرجه الاولى، ان هو يقدر يمشي المنظومه كلها على الطريقه اللي هيشتغل بيها. بما انك ذكرت كابتن حمدي موضوع قطاع الناشئين والناشئين والاختيارات، حضرتك برضو من ضمن المدارس اللي بتحب تتجول فيه الملاعب المصريه وبتلف من اسكندريه ومطروح لغايه الصعيد، اختيارات المواهب والناشئين سواء في الفترة السابقة أو في الفترة القادمة شايفها إزاي؟ وحتى في مشروع حتى بيتعمل دلوقتي لاكتشاف المواهب من فكرة مشروع 1000 محترف. هو موضوع أن أنت الانتقاء دوت موضوع صعب جدا جدا جدا، وزي ما ربنا ميز لعيب الكرة بالموهبة ميز الرجل اللي يقدر ينتقي، سواء بينتقي لقطاع البراعم أو للدرجة الأولى، لأن العملية مختلفة. أنا بنتقي لعيب بيلعب مسابقه، بيلعب 11 في الملعب، يعني في واجبات مركز، في شخصيه، وفي وخاصه انت بتختار للنادي الاهلي. البراعم انت بتنتقي الموهبه، واللي عندك بعد كده ترتقي بالموهبه دي، تقدر تطورها. فالموضوع دوت مش بسيط ومش سهل، وبنقابل فيه صعوبات كتيرة جدا جدا. لمصر مليانة، مش عايز أقول لك لا تتخيل، مليانة بالمواهب، بس فيه صعوبات كتيرة جدا. زي يعني هل في الملاعب ولا في السفر وحضور المباريات مع الفرق ولا في كل شيء، في الملاعب والحضور والتنسيق، زائد ان انت بعد ما بتنقي الموهبه وبتجيب الموهبه ترتقي بها ازاي؟ يعني هي دي يعني معضله، مش الاختيار بس، هي سلسله، لو فكت السلسله يبقى اللي انت عملته كله راح. الناشئين يا كابتن حمدي اللي بتروح تتفرج عليهم في الملاعب، هل بتشوفهم من مباراه واحده ولا بتتابعوا في اكثر من مباراه؟ بص، في لعيب بيحتاج، يعني خاصه لعيب فرق الناشئين او بيلعب مسابقه، في لعيب بيحتاج انك انت تتابعه مره واثنين وثلاثه كده، وفي لعيب من اول خمس دقائق. يعني مثلا في لعيب من مياه البحيره، اثنين من مياه البحيره، مواليد 2000 ومواليد 99، شفتهم في خمس دقائق. خمس دقائق هم اساسيين دلوقتي الحمد لله، يعني موجودين في القطاع عندنا، بيلعبوا كرم النقيب واحمد السيد في خمس دقائق. في مواهب لا خلاف عليها، في لا جدال عليها، في اقل وقت ممكن تقدر تقيمه ويقدر يقدم نفسه كويس، غير لعيب تاني. في لعيب تاني بيحتاج وقت طويل، لان دايما اللي بيحتاج وقت طويل دوت بيحتاج مجموعه عوامل كتيره حواليه بتقدر تساعده وتقدر تبرز مواهبه.
غير البراعم الصغيرين دي بتختار موهبة. الموهبة لازم يمتلك أي موهبة من الكورة، والموهبة دي بتيجي تبني عليها. أنت بتتخيل يعني، أنت بتتفرج عليه أنت بتتخيل أن أنا اديته الموهبة دي، الطريقة دي طورته. فأنت في الأول بتكون شكل معين كده وبتستقر عليه. فحتة الانتقاء دي من أصعب ما يكون، والتسكين من أصعب ما يكون. اللجنة الفنية اشتغلت على الملف ده سنتين ثلاثة بشكل مختلف تماما، لفيتوا ملاعب مصر أعتقد. احنا شغالين بشكل صعب جدا وشكل متعب جدا، لأن بس في ناتج، في ناتج، في ناتج كبير. بس احنا محتاجين اكتر، لان احنا عندنا اكتر من كده مليون الف مرة. كلجنة فنية عندنا اكتر من كده مليون الف مرة، بس محتاجين يعني ايه عوامل مساعدة كتيرة تاني. اكيد في نظرة في المواهب يا كابتن حمزي؟ لا، مفيش. في نظرة في المواهب في الحتة اللي انت قاعد قدامها ما بتحركش، انما لو اتحركت بينها ورحت هنا وهنا 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 هتلاقي مواهب كتيرة جدا. بس زي ما بقول لك الظروف المعيشة والظروف الطرق والظروف المادية والملاعب وحاجات كتيرة بتمنع الموهبة دي انها تقدر تيجي. وحتى يعني بيصادف كتير مواهب كتير بتيجي مثلا نادي الاهلي او نادي المقاولين او نادي الزمالك، هو بيجي مرهق. يعني تخيل انت واحد بيجي من اسيوط بيجي في 8-9 ساعات ده لو راكب القطر، ولو راكب. فتخيل انت بالسن ده لا تغذية وظروف معيشية صعبة وبيجي لك، وتيجي تقدر هتحكم عليه في قد ايه؟ طب ما منهك. احنا كمان يوم راحة وبعد كده تشوفه تاني يوم. احنا كمان مشكلتنا كمدربين يعني احنا ما بنبصش للنقطة دي خالص، لان دي ادق التفاصيل. كابتن جوهر علمنا في الكورة حاجة كده، ادق التفاصيل هي دي اللي بتوصلك للتفصيلة الكبيرة، الواجهة الكبيرة. فاللعيب برضو المدربين ما بيقدروش يحطوا النقطة دي. اللعيب ده مرهق، اللعيب ده ظروفه جاي، الجيب جاي مخضوض، يقدر يديله فرصة تانية، فبيحكم عليه من الأول. ولعيبة كتيرة جدا 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 راحت مننا بالشكل ده. بتتحرك بناء على معلومة ولا بيبقى عندك سابق معرفة ان في فرقة في القسم الثاني او الثالث او في قطاع ناشئين فيها مواهب اروح اتفرج عليها؟ فكرة الكشافين، لان الدور ده ما بقاش موجود دلوقتي خلاص زي زمان. احنا بالنسبه لنا احنا ما يعتبرش كشافين. الكشافين دول بيبقوا يعني ده راجل متواجد في محافظه موجود، انما احنا بنيجي بنتحرك على معلومه ايه من ناس كتير، اصدقاء كشافين صعب. في كشاف انا مثلا انا ما اعرفوش، هو بيجيب تليفوني بيقول لي يا كابتن حمدي في فلان الفلاني في المكان الفلاني، زائد الصداقات الكتيره الحمد لله يعني من فضل ربنا. مدربين مصر في جمهورية مصر العربية كلها في صداقة وفي صلة وفي اتصالات. لما بيكون حتى لو مدرب ماسك فرقة بيقول لي أنا عندي لعيب كذا 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 كذا، وبتهتم بالمكالمة مش بهتم، ده شغلي أكيد. مش يا كابتن علاء جالي تليفون كذا كذا كذا، من غير برضو كابتن علاء من غير ما يفكر، روح لان دايما تحركنا بيبقى مع بعض كلنا بنبقى. انا برضو بهتم بالجزئيات الصغيره، ادق التفاصيل. ما انا انا بهتم بادق التفاصيل. ما انا لما كمان باخد معلومه انا باخد ادق التفاصيل فيها بالزبط. ده فين وليه ولعب فين والحاجات دي كلها. تمام. طيب واحنا بنتكلم عن الدوري العام وتطرقنا في امور كثيره خلال هذه المسابقه، ملف التحكيم يا كابتن حمدي، شايف مدى تاثير التحكيم على مسابقه الدوري العام ونتائج بعض المباريات؟ بص انا ليا رأي مختلف خالص متهيألي كده عن مصر كلها فيه. التحكيم أنا ما جيش جنبه أبدا، ما جيش جنبه أبدا، لأنه جزء من اللعبة. ينفع في ماتش يشتغل من غير حكام؟ لا أكيد لا. جزء من اللعبة، الحكم وارد إنه يغلط. سيبك من الموضوع يقول لك الحكم مرتشي والكلام دوت، برضو أنا لا ما بتتقالش في مصر، أنا ما بعتقدش فيه. هي بتتقال بس في مباريات تانية خارج مصر، لكن في مصر لا ما بعتقدش فيه. ليه؟ للأسف أنا بسمع من مدربين في مصر يقول لك الحكم ده جاي عشان يكسب الفرقة دي،
فرق ممتاز ده مدربين ممتاز يعني المفروض المدرب قدوه للعيبه بتاعته. لما المدرب يطلع يقول الكلام دوت اللعيب هيعمل ايه؟ ما هو نازل اصلا خسران، هو عنده المبرر، ما هو المدرب بتاعه قال ان الحكم دوت جاي خسرني. فالتحكيم جزء من اللعبه، جزء من الاثاره في اللعبه، جزء من الاخطاء في اللعبه. بس لو لقيته رايح في اتجاه ان هو مثلا اربع خمس مباريات متتاليه حتى لو بدون قصد فرقه بتكسب نتيجه اخطاء تحكيميه، يعني الاخطاء التحكيميه رايحه في اتجاه واحد، كمدرب او كلاعب برضه وجهه نظرك في المساله دي تبقى ازاي؟ انا وجهه نظري برضه انا التحكيم دوت يغلط ما يغلطش مش بتاعتي، لان هو انا وارد ان انا كمدرب ممكن اغلط ماتش واثنين وثلاثه، اللعيب ممكن يغلط مره واثنين وثلاثه في الملعب. طب الحكم دوت، الحكم ده بشر زيي وزيك وزي اللعيب، هو بياخد قراره في ايه؟ في اقل من الثانيه، مش وارد انه يغلط؟ اكيد. مش وارد انه ما يكونش موفق النهارده؟ ما انا بيجي اليوم بتاعي دي اوف في اليوم دوت. بس ما تكونش اخطاء مؤثره. ما هو او متكرره. ما هو لا، ما هو اصل في متكرره يعني مقصوده. بس بتختلف من حكم لحكم، بس هي صدفه ان كذا حكم مثلا اخطاء بتبقى متكرره. انا يعني برضو بتفترض حسن النيه. ما عشان كده انا بقول لك انا مختلف عن الدنيا في مصر كلها. الحكم الوحيد يعني انا طول حتى وانا مدرب وانا بدرب اي فرقه رقم واحد عندي الحكم دوت رقم واحد في الملعب. الماتش دوت مش هيقام الا بالحكم ده، غلط مالكش دعوه بيه. اولا الحكم ما بيجيش الكوره تخش جوه الجول ويجي يطلعها. لا، الحكم وارد انه يغلط. انا بغلط، انا مدرب بغلط وانت لعيب انت بتغلط والحكم برضه بيغلط. هي الكره ايه؟ كره اثاره. انا مدرب اخد قرار وجازف بيه، والحكم برضه ممكن ياخد قرار بيجازف بيه وهو مش شايف، بس هو خد احساسه، وممكن الاحساس دوت ما يجيش على هواي ويجي على هواك انت. يعني وارد الكلام ده كله. فالتحكيم حلقه مفروغ منها ان احنا ما نتكلمش فيها، يعني مش مبرر. اكيد لا، وجهه نظرك يا كابتن حمدي. طيب جزئيه اخرى هتكلم فيها فيما يتعلق بالمنافسه على الدوري. تغيير 15 مدرب في 15 نادي خلال هذا الموسم واحنا لسه ما خلصناش الدور الاول، بيغير شكل المنافسه ولا بيخلي شكل المنافسه ازاي؟ سواء في المقدمه او حتى في الهبوط. لا، هي مفيش. هي هو اولا تغيير المدربين دوت هي نغمه موجوده وزيها زي جدول الدوري المباريات. طول عمرنا المدرب دايما مرتبط بالنتيجه. المشكله ان انا كنادي لما بجيب مدرب مفروض ان انا بجيب مدرب في استراتيجيه، في هدف انا بشتغل عليها طول الموسم، ما اجيش ماتش وماتشين واشيله واروح اجيب واحد لسه ماشي من نادي تاني نفس المنطق. احنا للاسف ان احنا بنقلد بعض، يعني ما فيش مدرب بيقعد يوم في بيته بيسيب الفرقه دي تاني. يعني 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 منطق مش ده مش موجود في المغرب على فكره وفي بعض دول شمال افريقيا. يعني مثلا اديك مثال، فوز البنزرتي استقال من تدريب الوداد وذهب لتدريب المنتخب التونسي، قعدوا فترة طويلة جدا بيشوفوا حل قانوني لعودة فوز البنزرتي من جديد لنادي الوداد. في قانون حتى في الاتحاد المغربي ان المدرب اللي بيشتغل في نادي خلال هذا الموسم لو تم اقالته او استقال ما يعودش لهذا الفريق في نفس الموسم. طب هل ده صح ولا غلط؟ هي رؤية فنية يعني. لا، هي صح. هي صح. رؤية صح. صح مليون في المية. لان انا كمدرب انا بعتمد على ايه؟ انا بعتمد على وكيل وعلاقة بمجلس ادارة ماسك الفرقه. يعني انا ما عنديش اهتمام بيها، خسرت كسبت اهي ماشيه. انا عملت خسرت انا مش هقعد في يوم، الوكيل بتاعي تاني يوم هيجيب لي نادي تاني بيجهز للتجربه التانيه. ايه المشكله؟ طب ايه الدفع اللي هيخليني اموت نفسي على المكان؟ ان انا ابتكر، ان انا اغير، ان انا يبقى عندي رؤيه. هو ايه انا ما يعني عمليه تغيير المدربين؟ طب رؤيه النادي دوت غير النادي دوت غير النادي، هي انا بروح من هنا بنفس تشكيل. زائد ان انا بتيجي فتره انتقالات شتويه او انتقالات صيفيه، الشويه اللعيبه اللي كانوا هنا بتاع بجيبهم هنا تاني، وبرده مشيت اروح جايبهم تاني. يعني منطق. لازم يبقى فيه شكل وحتى اتفاق جنتلمان موجود بين الانديه واتحاد الكوره، ان لان الموضوع دوت صعب جدا جدا. واولا مش فير، مش فير، ومش موجود في العالم كله. تمام. طيب برضو في تجربه للمدرب اليوناني جانيوس، مدرب وادي دجله،
شايف تجربه جونياس ازاي مع وادي دجله السنه دي؟ رغم ان هو في بدايه الموسم ما كانش فيه نتائج جيده، لكن بعد كده ابتدت النتائج تتحسن وكان فيه يعني صبر او فيه احترافيه من ماجد سامي رئيس النادي. كويس انك انت قلت النقطه دي، لان انا اتكلمت في النقطه بس ما اتكلمتش في التلفزيون او في اي حته، اتكلمت مع اصدقاء يعني وكده. النادي الوحيد اللي موجود في الدوري المصري، انا من اول ماتش لوادي دجله في الدوري وانا كنت بتفرج على وادي دجله، هنشوف اعمار لاعبي وادي دجله، اعمار السنيه كلهم يعني 70% او 60% من قوام الفرقه تحت السن. اولا المدرب ليه رؤيه وهو جاي بناء عن رؤيه النادي، استراتيجيه النادي نفسه، هو النادي عايز ليه هدف معين، ليه شكل معين عايز يؤدي بيه او ماشي بيه الخطه ماشي بيها. جاب المدرب على نفس النمط بتاعه. والمدرب عنده الحريه كله من اول يعني من 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 الصفر لرقم 10 يعمل كل شيء. الراجل جاي بفكر يوافق فكر الاداره بتاعت وادي دجله، جاي بطريقه بينفذها ومحدش اعترض عليه، وابتدت تظهر على مدى موسم الدوري هتظهر افضل وافضل وافضل. الفرقه الوحيده نادي وادي دجله اللي بيلعب دايما زائد واحد زي الهاندبول. الهاندبول او اللعب الخماسي لما بتجيب الجول بتاعك بيقدر يلعب كوره، انت بتبقى زائد واحد لانه بيطلع يلعب معاك كوره بيكمل مع هو وادي دجله بيلعب زائد واحد لانه دايما بيعتمد على حارس المرمى ان هو لاعب كوره طالما في النقل في اي جزء من الملعب ان هو بيستعين بالحارس المرمى. على فكره دي نفس تجربه جوارديولا مع مانشستر سيتي، يعني ممكن انا ما يحب يستفيد بدور حارس المرمى انه يكون ليه يعرف يعمل باسنج، يعرف يعمل كره طوليه، لعيب كوره، حارس مرمى بلغه لعيب كوره. ما انا بقول لك هو ما هو بيلعبوا زايدين واحد بيقدر يعني عشان يخترق الخط الامامي الهجومي لاي فريق منافس ليه هو بيستعين بعبد المنصف معاه، بيشتغل معاه وبيشتغل من لمسه واحده. هي دي كمان كون انك انت توقف فرقتك ان هي التحرك دوت واللعب من لمسه واحده وفي اتقان في الباص وقوه في الباص وبعدين استلام كويس ورؤيه كويسه والتحرك بالكره من تحت لحد ال 18 ومش مستعجلين. يعني ده فكرني بالبرازيل في الثمانينات في كاس العالم، طول عمرهم البرازيل و94 في امريكا بيحسسك حتى لو مغلوب ان هو كسبان لانه بيلعب كوره. فطبعا انا تحياتي طبعا لمجلس اداره وادي دجله ومدرب وادي دجله على النمط اللي هم ماشيين بيه والطريقه اللي ماشيين بيها، وهي دي الكوره، هي دي متعه الكوره. انا بتفرج على وادي دجله وانا بتمتع بالكوره. تمام. سؤال اخير كابتن حمدي، ابناء الاهلي اللي بيقودوا انديه الدوري في المسابقه السنه دي، شايف فكره نجاح ابناء النادي الاهلي في تدريب الانديه؟ يعني شايفين كابتن مختار مع فريق الانتاج الحربي عامل نتائج كويسه جدا، موجود في المقدمه، وجود كابتن حماده صدقي مع الجونه في الفتره القادمه هنشوف شكل، لان كان ليه تجربه ناجحه جدا مع فريق سموحه. كابتن علي ماهر رغم نجاح التجربه مع سموحه ما كانتش بالشكل المامول، لكن وجوده في انبي في الفتره القادمه البعض بيتوقع نجاح كبير جدا وعوده انبي للانتصارات وتواجده في المقدمه. وجود ابناء الاهلي في الدوري بنجاحات مختلفه في انديه، كل نادي كمان له ظروف مختلفه عن الثاني، شايفها ازاي؟ هو طبعا يعني النقطه دي بالذات بتعود على الخلفيه الموجوده لمدربين النادي الاهلي. هو اتربى في النادي الاهلي، خد قيم النادي الاهلي وطريقه النادي الاهلي، ان هو مدرب النادي الاهلي في اي مكان، منتمي النادي الاهلي في اي نادي، هو بيروح هو بيشتغل على المنافسه مش على التواجد. تمام. هو بينقل الروح دي موجوده. احنا شايفين مثلا عماد النحاس في المقاولين عمل طفره ليه، هي ده رايي يعني، ده روح النادي الاهلي وفكر النادي الاهلي انه دايما بيلعب على المكسب، بيلعب على البطوله. فهو دوت اللي فارق. زي النقطه اللي انت بتتكلم عليها، مدربين النادي الاهلي في الانديه بيقودوا الانديه كلهم الحمد لله عاملين نتائج كويسه وبيقدموا كوره ممتعه
وليهم بصمتهم يعني ظاهره في انديتهم وظاهره في لاعبتهم وفي نتائجهم ودي مش جديده على واحد اتربى في النادي الاهلي. طيب كابتن حمدي ابو راضي في ختام هذا الحوار كلمه اخيره او رساله اخيره تحب تقولها؟ هرجع اقول تاني الحمد لله على السلامه كابتن خطيب، وربنا يتمم شفاك على خير، رجوعك لبلدك وبيتك وجماهيرك النادي الاهلي. وكلمه تانيه لجماهير النادي الاهلي، ان شاء الله بدايتنا وبدايه الرجوع من مباراه اللي فاتت بتروجيت واللي جاي ان شاء الله هتستمتعوا اكتر واكتر باذن الله. كابتن حمزه برادي شرفتنا ونورتنا، ودايما موفق ومتالق خلال الفتره القادمه في عملك التدريبي او حتى مع اللجنه الفنيه. متشكرين ليك جدا، وانا سعيد جدا بتواجدي معاك يا محمد. شكرا لك كابتن حمدي. احد نجوم النادي الاهلي في فتره الثمانينات وله دور كبير جدا مع اللجنه الفنيه ونجوم النادي الاهلي اللي بالتاكيد بيدوروا وبيلفوا في الانديه المصريه وفي الملاعب للاستكشاف وضم المواهب لقطاع الناشئين، وايضا كمان في ضم افضل اللاعبين للفريق الاول. نقطة مهمة كمان، النهاردة كان أحمد مجاهد عضو مجلس اتحاد كرة القدم والقرارات التي اتخذت في الفترة القادمة، ولكن الخبر الأبرز في هذه الفترة أن بإذن الله يوم 10 ديسمبر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات هيقدم التصور الخاص بنهاية مسابقة الدوري للمرحلة القادمة، عشان كل الفترة القادمة نشوف الأجندة والاستعدادات بالنسبة للنادي الأهلي سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الإفريقي. تلك هي نهاية الفقرة الحوارية الأولى، وبعد الفاصل زميلي عمر ربيع ياسين والفقرة الحوارية الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، ومكملين مع حضراتكم في الأهلي الليلة وتاني فقرات الحوارية في الأهلي الليلة. طبعا يعني دايما متعودين ان احنا لما بكون موجود مع حضراتكم بنتكلم في الكرة العالمية وبنتكلم في آخر الأخبار الكرة العالمية، لكن المرة دي هنتكلم في كرة عالمية لكن بشكل مختلف في فقرة حوارية من أو مع أحد الكوادر المصرية المتألقين في الملاعب الإنجليزية، ولكن مش كلاعب كرة قدم، هو كمدرب في رحلة أكيد يعني مليانة كواليس ومليانة أكيد خبرات كتيرة جدا هينقلها عبر قناة النادي الأهلي. ضيفي اللي بيشرفني وبينورني وهيكون موجود معايا ومع حضراتكم الكابتن إبراهيم هلول، المدرب بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ومدرب فريق نادي إسباني موا تاون للشباب بشمال إنجلترا. كابتن إبراهيم برحب بحضرتك. كابتن عمر مساء الخير عليك، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لأسرة البرنامج وتحياتي للسادة المشاهدين في كل أنحاء العالم. بس عايز ابدا عايز ابعت رساله الحب وعشق للكابتن محمود الخطيب، اقول له الحمد لله على السلامه، نورت مصر وشفاك الله وعافاك، بكل حب لاكونت الحب كلها كابتن محمود الخطيب. طبعا يعني كلام احنا بنضم صوتي وصوت حضرتك وبنقول له الحمد لله على السلامه وشرفت ونورت مصر وان شاء الله تبقى احسن من الاول يا رب. واكيد طبعا كابتن محمود هو رمز للكره المصريه ولكل واحد اهلاوي منتمي الى النادي الاهلي. نبدا بقى يعني سريعا عشان الوقت ما يجريش مننا، وعايز اعرف من حضرتك يعني كالعاده والسؤال يعني التقليدي بدايه حضرتك في انجلترا ورحله وجودك في انجلترا، واشمعنى انجلترا؟ وهل حضرتك كان في صعوبات في البدايه وقدرت انك تتغلب عليها؟ عايز اعرف بقى ايه، معاك المايك واحكي لي كل حاجه حضرتك. بص كابتن عمر، الرحله كانت صعبه جدا كبدايه، يعني كان في طموح من زمان، يعني من انا من سافرت من التسعينات، سافرت اوبروس وقعدت فيها فتره كبيره جدا، وعشق كله كان للكره الانجليزيه. لما كنت في اوبروس كنت بتابع المباريات في للانديه اللي كانت تلعب في تشامبيون ليج، او كنت بتفرج على البريمير ليج، مان يونايتد وليفربول، والعشق كله في الكره الانجليزيه. سافرت يعني محل 18 سنه دلوقتي في انجلترا، بسم الله ما شاء الله. ورحت يعني وصلت لشمال انجلترا، اساس ان هي يعني فيها هدوء شويه اكتر من الجنوب في لندن. فطبعا بدات الاول اشتغلت الاول علشان ابني نفسي الاول طبعا،
وبدات ابص على الكره الانجليزيه كواحد عاشق لمان يونايتد. انا بحب مان يونايتد جدا يعني. مش نيوكاسل؟ لا يعني نيوكاسل حاليا عشان انا متواجد هناك، ولكن مان يونايتد طبعا بنجومهم بتاعت في التسعينات كانوا طبعا حاجه، كانت سير أليكس فيرغسون كان حاله كبيره جدا، وهو سبب في يعني انضمام عدد كبير جدا من نجوم مشجعي مصر لفريق مانشستر في الفتره دي اللي كان متولي فيها. لغايه دلوقتي الناس كلها بتحب مان يونايتد، ف بدات يعني ابص كده على الكوره، وكنت مثلا في الويكند اخد العربيه واسوق كده وابص على اللعيبه وازاي بيعملوا الماتشات في الويكند ساتردي وساندي، اروح اقرب من الانديه. كنت في منطقه هاديه جدا اسمها كامبريا على البحر، كانت منطقه قويه جدا سياحيه، دي تكملت شغلي لان كنت موجود فيه في قبرص. فاستنيت لغايه لما اكون في اول تجمع للاف اي يعملوا زي لايسنس كوتشنج، فبدات اخاطب الاتحاد عن طريق الايميلز، وعرفت المكان كان موجود في وايت هيفن في المنطقه اللي انا كنت فيها، وبالفعل تقدمت للاتحاد وعملت الفورمه ورحت وحضرت. طبعا بتختلف عن مصر هنا طريقه الحصول على اللايسنس. لا انا عايز بس اقف مع حضرتك واسالك سؤال، ايه فضل المقومات اللي اي شخص عنده رغبه ان هو يحصل على رخصه تدريب من انجلترا ان هي تكون عنده علشان يقدم ويجي له قبول باشتراكه في رخصه تدريبيه او الاف اي لايسنس بمختلف درجاتها؟ هو طبعا الفورمه بتبقى الاسئله، انت بتجاوب على الاسئله عن طريق الايميلز يعني او عن طريق الانترنت، وبتبعت الفورمه وبتبعت معاه رقم يعني مبلغ اللي هو الفي، بيسالك انت لعبت كوره قبل كده، بيسالك ايه الحاجات اللي انت نفسك تعملها. معلش انا هقاطع حضرتك، ومن حديث عالمي لحديث عالمي اخر مع المهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي علشان نتكلم معاه في موضوع مهم جدا خاص بالنادي الاهلي. هيكون بكره موجود في حفل توقيع مع السفاره الاسبانيه في عقد التوقيع اتفاقيه لاليغا، ونعرف منه اكتر عن تفاصيل توقيعه بكره ان شاء الله. باشمهندس ازي حضرتك؟ اهلا، ازيك عمر، اخبارك ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ ليك وضيفك كابتن ابراهيم، ربنا يخليك. طبعا باشمهندس بكره ان شاء الله حضرتك هتكون موجود في حضور توقيع لليغا في السفاره الاسبانيه، حابين نعرف من حضرتك تفاصيل العقود او ما هي لليغا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، ويعني اكيد حضرتك بكره هتكون موجود ومعاك امير توفيق في بيت السفير الاسباني بالقاهره، عايزين نعرف بقى من حضرتك التفاصيل اكتر. لا طبعا، هو تعرف طبعا عمر احنا من البدايه كنا جزء خاص بالتعليم او الكورسات او الجزء الخاص مثلا بالدبلومة والماجستير الاداره الرياضيه والتسويق الرياضي وخلافه، كانت من ضمن برضو الحاجات اللي احنا عايزين نقدمها للنادي الاهلي، عايزين نعملها في مصر بشكل عام، يعني مش موجوده هنا بشكل قوي زي بره يعني، وهي دلوقتي مهمة جدا، وهي بتبقى يعني عصب مهمة جدا في أوروبا، كان الرياضة أهم يعني جزء التعليم هنا، أنت مش بس الرياضة مش مقتصرة على ممارسة اللعبة بس، أنت برضه القطاع التعليمي ده مهم. فإحنا بالنسبة لنا كان ده هدفنا، ويمكن قبل كده عملت سفرية قابلت ناس ريال مدريد الجامعة عشان القصة دي ونعمل حاجة معاهم كنادي أهلي. وبعدين الأمور بتتطور يعني، هنا زي ما انت قلت كده بتاع الكلام، رابطه المحترفين في الدوري الاسباني عامله برضه نفس البروتوكول مع جامعه فرنسيه هنا في مصر اسمها اسلافكا. مظبوط. بالظبط كده. هيمضوا هم اتفاقيه خاصه برضه بتقديم الكورسات في الاداره الرياضيه وفي التسويق الرياضي، هيبداوا يعني واحده واحده الاول ورك شوبس، بعد كده هيعملوا دبلومه، وبعد كده هتتطرق بقى الماجستير. فهم طبعا يعني في مكان في النادي الاهلي. النادي الاهلي في مصر هم بعتوا دعوه ان هو يشترك معاهم في الفئات ويكون مدعو، هم طبعا متقبلين ومرحبين ان النادي يكون طرف معاهم فيها. فاحنا بكره هنكون متواجدين وان شاء الله هندرس الموضوع قبل ما ناخد فيه اي قرار. ازاي حضرتك شايف ان ممكن النادي الاهلي يستفيد من وجود الاتفاقيه اللي حضرتك هتكون موجود فيها بكره؟ وازاي ممكن تعود بالنفع على الرياضه المصريه بشكل عام؟ حضرتك قلت ان هي ليها علاقه بالمجال الرياضي او دبلومه رياضيه، هل حضرتك شايف ان في مصر عندنا نقص في حته التخصص في كيفيه الاداره الرياضيه، وان حاجه زي كده ممكن تفيد الرياضه المصريه والنادي الاهلي بشكل خاص؟ اكيد يا عمر، يعني هي حاجه مطلوبه،
زي ما قلت لك هي يعني الانديه العالميه كلها دلوقتي ما بقاش مجرد ان هي حتى بتعمل بروجرام زي ده او بتعمل كورس زي ده، بس لا ده في جامعات بره يعني ريال مدريد دي جامعه، مانشستر سيتي دي جامعه، يوفنتوس برضه دي جامعه، كله بقى ليه جامعات رياضيه متخصصه في تاهيل بقى الكوادر. انت عندك في مصر كوادر يعني متميزه جدا، انا بشوف ده يعني على المستوى الاداري او مستوى التسويق او المستوى الاعلامي كمان. فطبعا لو ده بيبقى مدعوم برضه بناحيه اكاديميه، يعني انا ببقى شايف الناس هنا كمان او الكوادر اللي موجوده في القطاع الرياضي بيبقى عندها اهتمام وشغف ان هي تدرس اكتر وتطلع اكتر للامور دي. فانت لو اخترت لهم الفرصه في مصر هنا اعتقد الامر هيفيد، يعني هيفيد النادي وهيفيد الدوله بشكل عام، بدل ما يبقى الموضوع صعب عليهم بالموضوع مثلا يسافروا ولازم. انا كان واحد من الناس كنت عايز اعمل التجربه دي فاضطريت اسافر لان ما لقاش هنا مثلا. صح مظبوط. لكن لو انت تقدر توفرها هنا في قطاع كبير جدا على المستوى الاداري وعلى المستوى التسويقي وعلى المستوى الاعلامي ممكن هو يشارك فيها. وبرضه يعني يبقى النادي الاهلي دايما ليه دور رياده في الحته دي، فاحنا ان شاء الله اول نادي يعني في مصر نبدا حاجه زي كده يعني ربنا يسهل. بنتهز وجود حضرتك معايا وعايز اعرف اخر اخبار المتحف ايه وايه اللي احنا وصلنا له وامتى ان شاء الله ممكن يكون موجود متحف النادي الاهلي في اقرب وقت. والله عمر هو الحمد لله ده كان من اخبار طبعا في المجلس من فتره كان في كذا ملف تلفوا بيهم اعضاء مجلس الاداره، يمكن انا مكلف بالنفس عن المتحف. طبعا متحف النادي الاهلي ده شيء مهم جدا طبعا، محتاج توثق يعني تاريخ 111 سنه للنادي الاهلي على مستوى بقى كل الالعاب وعلى مستوى حتى الاحداث، مش مجرد الرياضه بس، النادي الاهلي ليه مواقف وطنيه وتاريخيه كبيره محتاجه طبعا. فالحمد لله بدانا نفكر طب نفكر نعمله فين، قلنا طبعا يعني المكان اللي عريق للنادي واقدم واعرف مكان هو التيتش في الجزيره طبعا. فكانت من هنا جت الفكره ان احنا نعمله حتى عشان يبقى جوه ملعبه جوه استاد، الناس تاخد برضه الصور نفسها بتاعت الاستاد، تخش مثلا غرف اللعيبه تتصور مع التيشيرتات، تتصور مع الجزء الخاص بالبلاير زون يعني، وبعدين يبداوا يطلعوا على التيك ياخدوا صور ويعملوا جوله في الملعب زي ما بنشوف بره يعني. بعدين طبعا يطلعوا على المتحف من يونايتد، المتحف ده طبعا يبقى بيسكت النادي الاهلي برضه بشكل طبقا الحديث يعني، مش هيبقى بشكل تقليدي يعني، هيستخدم فيه طبعا تكنولوجيا حديثه، وفي اكتر من شركه تقدموا يعني ان هم ينفذوا، منهم شركه اللي كانت منفذه متحف برشلونه وايسي ميلان وريال مدريد، شركه كبيره وقعدوا معانا يعني اكتر من مره، والموضوع يعني ماشي ان شاء الله يعني نبدا فيه طبعا. هو بس احنا الموضوع هيبقى داخل شويه في اتهات وبنى، لان احنا بنتكلم في الجزء الخاص بالمدرج القديم طبعا، انت عارف في جزء في اي طبعا، فده طبعا انت محتاج تطوره بشكل ما وتستخدمه برضه تعيد استخدامه بقى بشكل تاريخي يعني، اللي هو المتحف النادي الاهلي ان شاء الله، وتبقى محتفظ طبعا بالمدرج الجديد المعمول عشان الجماهير وحضورها، والجزء الخاص طبعا باللعيبه هيتنقل الناحيه الثانيه اللي هو الغرف اللعيبه والكلام ده مظبوط الثانيه عند المدرج. فهي بس قصه يعني ان شاء الله يعني نتمنى ان احنا نقدر ننجزها بسرعه ونشوف بسرعه الناس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور، بشكر حضرتك شكرا جزيلا باشمهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وان شاء الله بكره كل التوفيق لحضرتك في توقيع الاتفاقيه الخاصه بالسفاره الاسبانيه لليغا مع الجامعه الفرنسيه سلاسكا، يعني اكيد خطوه مهمه جدا في عالم الاداره الرياضيه والدبلومه الرياضيه. باشمهندس محمد سراج قال ان هو في يوم من الايام كان عايز يعمل نفس التجربه لكن ما كانتش موجوده في مصر، فاضطر انه يسافر خارج مصر في اوروبا وخاصه في ريال مدريد علشان يحصل على دبلومه في الاداره الرياضيه. فبكره ان شاء الله النادي الاهلي يعني هيجيب التجربه من اوروبا وهتبقى موجوده في مصر علشان تفيد النادي الاهلي بشكل خاص والرياضه المصريه بشكل عام. انا شايف ان اكيد كوادر رياضيه جدا في مصر محتاجه ان هي تدرس الدبلومه الرياضيه بشكل يعني تفصيلي علشان تعرف كل شيء عن الاداره. طبعا تاني هقول مصر مليئه بالكوادر الرياضيه الكبير. كابتن ابراهيم ارجع يعني لحضرتك، و انا عايز بس ابارك للاستاذ محمد سراج، حاجه جميله جدا، حاجه ما شاء الله نشيط يعني بسم الله ما شاء الله دايما مطلع ودايما متألق. بيحب ان هو بالزبط. يكون في كل جديد للنادي الاهلي زعلك المتحف. انا يعني بالنسبه للمتحف بس كنت عايز انا شفت طبعا في انديه كبيره في اوروبا وكمان في الاتحاد الانجليزي بيجيبوا
اللعيبه القدامى اللي هم ريتايرنج اللي هم بيخلصوا الكوره يعني بيعتزلوا الكوره ايوه بيبقوا موجودين وفي الانديه بيبقوا موجودين بيستقبلوا الناس ودي بتبقى كمان بيبقى تسويق عليها اكتر طبعا لما انت بتيجي تاخد التيكت بتاعك وبتروح بيستقبلك مثلا لاعب او بيستقبلك حد يكون قيمه واسم كبير فانت بتبقى متشوق فبتبقى في نسبه حضور عاليه فدلوقتي بقى نرجع للرخصه اها او الاف اي لايسنس وحضرتك قلنا ان بيكون في اسئله على الايميل وبترد عليها وبعد كده بتبعت الفورمه بتكون موجود في يعني التجمع. الاختبارات او الحصص التدريبيه الخاصه باستخراج الاف اي لايسنس لكن عايز اعرف من حضرتك قبل ما نروح الفارق ما بين اوروبا وما بين مصر او ما بين اوروبا وبين افريقيا في استخراج الرخصه عايز اعرف هل كان في نجوم كره قدم صدفه ان هم يكونوا موجودين مع حضرتك في نفس التوقيت اللي كنت بتسعى فيه للحصول على الرخصه كان في يعني المدربين اللي كانوا موجودين في اول واحده ما كانش موجود معايا حد اسماء تمام. بس ثاني واحده كان معايا اخو مايكل كاريك كان من مانشستر يونايتد طبعا كان موجود وهم كمان يعني بيتعاملوا ببساطه جدا مع بعض الموضوع مختلف جدا ببساطه ما فيش تواضع وبساطه يعني مش قادر اقول لك بساطه يعني عاليه جدا حتى بيتعاملوا معايا كمان انا كمان يعني انا مهما عايش هناك السنين مش طبعا اللغه الانجليزيه مش هتبقى زي ابن البلد فطبعا مثلا ببقى ستروجلينج ساعات او عندي يعني حاجات كده محتاج مثلا مساعده او حاجه بيساعدوا جدا جدا عندهم صبر عالي جدا عندهم فرحه اللي بيجي من بره انجلترا يتعلم بيبقوا سعداء جدا حتى التيوتر اللي هم المراقبين بتوعنا او المحاضرين او الناس اللي هم الخبراء اللي بيدوك السيشنات او بيدوك الرخص بيبقوا مبسوطين جدا ان انت جاي ومنين ويسالوك انا عايز اسالك سؤال خاص بالنقطه دي تحديدا اتفضل فندم انجلترا في الوقت اللي حضرتك كنت موجود فيه كان موجود لعيبه مصريه كان موجود احمد حسام ميدو كان موجود عمرو زكي كان موجود محمد شوقي كان حسام غالي احمد فتحي المحمدي طيب هل الوضع كمصريين او كتعامل مع المصريين اختلف بعد قدوم محمد صلاح وتألقه في ملاعب ليفربول وانعكاس صوره جيده جدا 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 للمصريين في انجلترا دي حقيقه فعلا محمد صلاح يعني قبل كان حاجه وبعد محمد صلاح حاجه تانية خالص هو طبعا كانوا موجودين اللعيبه كده اللي انت حضرتك قلت اسمائهم دول طبعا لعيبه كلهم طبعاً. افاضل وكلهم لعيبه عملت اسم كبير في انجلترا ولكن محمد صلاح اضافه قويه جدا وحاليا احنا كمصريين يعني فخورين جدا عايز اعرف نقطه المصريين بالظبط احنا عايشين اللي حسوا حاليا يعني انت توصل كده ولادي كمان يعني يوسف ابني مو صلاح ماي كازن اخد بالك بيروح بقى في المدرسه وادم يروح برده في المدرسه يقول لهم بس ماي كازن وبص الصوره مش كده يعني فعايشين بقى العيشه اللي هي ايه احنا بقى مو صلاح بتاعنا اخد بالك ففعلا المصريين حاليا مش المصريين بس العرب كلهم كمان جدا ده في ناس بتجيله ناس مخصوص من بره شفنا بيجوا يتفرجوا من بره على الماتشات بتاعته كمان لما قابلته في نيوكاسل كمان الراجل كان قمه التواضع قعدت ساعتين مستنيه لغايه لما خلص الماتش وكان عنده دراج تيست فطلع تحليل منشطات فكل الناس مشت طلع ايجابي ولا سلبي؟ لا طلع لا الحمد لله يعني فكل الناس مشت والنور اتطفى وكل خلاص والباص وكلوب خد الناس ومشى وساب حد مستني صلاح يعني فانا استنيته خدت الشنطه معاه كده وسلمت عليه وبتاع هو الراجل قابلني مقابله يعني بصراحه قمه التواضع حتى نادى لاولادي قال لهم تعالوا صوروا معايا وقابلنا مقابله عاليه جدا عايز اقول لك ان الديلي ستار كمان عامله حاجه كده هناك يعني زي جايبها ان هو اكبر لاعب عنده تواضع في الدوري الانجليزي يعني عامله كده زي احصائيه طبعا ان هو اكبر لاعب عنده تواضع سبحان الله هو ربنا هو ربنا يعني حاطط الحته دي فيه القبول ومشى كويس جدا ومسمع لمصر هناك جامد جدا يعني حتى مش في يعني في العالم كله طيب هنرجع لنقطه اللعيبه المصريين هرجع لنقطه تاني غير محمد صلاح عشان عندنا لعيبه كتيره موجوده في الدوري الانجليزي لكن عايز اعرف من حضرتك الفارق ما بين الحصول على رخصة واجراءات رخصة والسهولة او الصعوبة في اجراءات الحصول على رخصة او الاف اي لايسنس زي ما بيطلق عليها في انجلترا والفارق ما بين مصر وافريقيا في الحصول هنا في مصر عندنا رخصة سي وبي واي والبرو عندنا اربع مستويات لكن في انجلترا هي اف اي لايسنس ليفل 1 ليفل 1 و2 و3 و4 و5 فايه بقى الفارق حضرتك شفت هنا
وشفت هنا. فانا عايز اعرف ايه الفارق وايه اللي ممكن يحصل علشان نقرب المستويات. انا عايز اقول لك ان في ليفل من الليفلات بيقعد سنه طبعا، هو بيديك 3 سنين يعني. ما ينفعش كده يعني، ما ينفعش. طيب هقول لك على حاجه، هنا في مصر او هنا في الاتحاد الافريقي بيقول ان اللاعب اللي مارس كره قدم غير اللي ما مارسش، واللاعب الدولي غير اللاعب المحلي، واللاعب اللي لعب دوري ممتاز. هل ده بينطبق على الاف اي لايسنس؟ لا خالص. يعني مثلا فرانك لامبر دلوقتي هو مدرب ديربي كاونتي، تمام، عشان يحصل على رخصه عادي جدا بيقدم، بياخد ليفل 1 من اول زي اي حد خالص، زي اي حد. وفي يعني ليفل من الليفلز اللي موجودين بيقعد فيها سنه، اللي هو ليفل 2 مثلا، وبعد كده اليويفا ما ينفعش يخلصها في شهرين. لا ما ينفعش يروح يقول له مثلا معلش انا كنت كذا. انا فرانك لامبر نجم نادي تشيلسي وماله، ما جميل قوي، بس لازم يقعد برده في الدور، لازم ياخد يخش في السيستم زيه زي اي حد خالص. انجلترا دي بتعامل كل الناس سواسيه بالظبط، ما فيش حتى. بقول لك حضرتك انت يعني التعامل معاهم هناك تواضع، وبيتعاملوا بطريقه سهله جدا، وان هو طول يعني، هو حتى التيوتر اللي هو عايزك تنجح يعني، هو عايزك تبقى كويس جدا، وبعدين بيجي يزورك في النادي مع لعيبتك، بيجي يزورك مره واثنين وثلاثه لو انت عندك مشكله. مش هنا مثلا بيقول لك خلاص احنا بنعمل تجمع ثلاثة يومين ثلاثه وبعد كده كل واحد خلاص كده يلا شكرا، ونلبس التيشيرت بتاع منتخب مصر وكل واحد ياخد اللايسنس وخلاص ابعتها لك. لا ده دي مش كده خالص. احنا بننزل الملعب بنتمرن، ده بقى العملي ونظري. وانا عايز بقى عايز اسالك بقى، النظري والعملي ايه اصعب بالنسبه لحضرتك لما جيت هو طبعا تواجه الاثنين؟ برافو عليك، ده سؤال قوي جدا يا كابتن عمر، انا بشكرك عليه. انا في الاول كنت مخطوط مشدود بصراحه، طبعا طبيعي، رهبه رهبه طبعا، لغه مش لغتي، جو مش جوي، ناس طبعا انا داخل في وسطهم برضو مش عارف هيتقبلوني، هبقى يعني اخد لوحدي كده. بالعكس بتقول لهم انا يعني هو كمان يعني برضو بيلاحظوا، بنشتغل احنا مجاميع، بنشتغل احنا جروبات. فانت بتخش مع جروب مثلا او بتخش مع ناس معينه، فانت بتحاول بقى تبقى ايه، بتتاقلم معاهم وبتبتدي تشتغل معاهم. النظري بيشرح لك اللي هو مثلا لو في 20 جيم او 15 جيم حسب العدد الموجود، والجيمات ديت هي اللي انت بتختبر فيها في يوم ما بيجي عليك الدور يعني، اخد بال حضرتك. فانت بتاخد الجيم ده من الجيمات دي، ولازم تنزل توريه للتيوتر قدام زمايلك، وكون اللعيب هم المدربين، اخد بال حضرتك. او ممكن يتفق على فرقه بتيجي. انا عايز احكي لحضرتك موقف. انا لعبت فليرس البلجيكي في 2008، ففي يوم من الايام نزلنا التدريب فلقينا المدير الفني بتاعنا واقف بره الملعب، وواحد تاني راجل كده غريب هو اللي جاي موجود بيدربنا. فانا مش عارف، انا لسه جديد في اوروبا وما اعرفش اي حاجه. تمام. فسالت وسط التمرين قلت لهم مين ده؟ قالوا لي ده واحد بياخد رخصه فجاي يعمل الحصه العملي علينا. بالظبط كده. فاستغربت جدا، فقلت هو الموضوع بره سهل، الدنيا كده مفيش فيها صعوبه والدنيا سهله وجميله خالص. طبعا الاوردر موجود وجاهز اليوم الفلاني. حتى انا كمان ده يعني بيديني الوقت سماعه، وبركب سماعه زي الاير بيس او زي الحكم زي الحكام بالظبط كده. يكون في تواصل هو بيقعد بعيد وبعدين، بس انا بشرح له طبعا، انا ببعت له على الايميل مثلا طبعاً. اللي هو الحصه التدريبيه كلها بالظبط كده. بتبقى ارايفل اكتيفيتي وبتعمل يعني تسخين تدريبات يعني في بدنيه، بعد كده تدريبات بالكوره، بعد كده يعني تاكتكس. انا بختار حاجه معينه وبقول له اشتغل عليها مثلا ترانزيشن او بوزيشن اوت اوف بوزيشن حسب ما انا اخترت. انا اخترت حاجه صعبه. قال لي ايه بي انت اخترت؟ قلت له انا هشتغل عليها، انا عايز اشتغل عليها ده، ولو طولت مش مشكله، بس انا حابب ان انا يعني اتبسط واتمتع في السيشن ده. قال لي خلاص اتس اوكي. فبعت له وجه ركب لي السماعه طبعا، وانا واللعيبه، انا ما قلتش للعيبه اللي انا عندي امتحان او اي حاجه او اختبار، وحطها لي بس، قلت لهم سلموا عليه وكده، وقال لي جود لك، وصور السيشن وخده وقف بعيد. وانا بقى طبعا شغال بقى عادي جدا خالص، وجالي بعد 40 دقيقه. 40، شوف انت متخيل بقى 40 دقيقه يعني كتير برضو طبعا. يعني واحد بيراقبك 40 دقيقه، وانت بقى لبسك، دخولك الملعب، ازاي بتتكلم مع اللعيبه، ازاي بتحضر ادواتك، اخد بال حضرتك، كل دوت ذهنك لازم يكون. لو حد جه سالك بتتعامل ازاي، الفلاي في حاجه اسمها يعني، احنا بنيجي نلعب ما نوقفش التمرينه مثلا، ولو حد جه سالك سؤال، لو انت مثلا حاول تتعدل في التمرينه وانت بتشتغل، بتنزل بتتكلم ازاي، ما توقفهاش يعني، تاخده على جنب وبتدي له التعليمات وبتقول له اوكي كمل.
اخبار حضرتك. وكنت انا بقى اشتغلت وتميزت في حاجه ان انا بشتغل على اللو ابيليتي، اللعيبه اللي هم عندهم قدرات اقل. ده سؤال مهم جدا بقى او اجابه مهمه جدا عايز اطلع منها قبل ما تتحرق. لا ايه اصعب، ان حضرتك تشتغل مع ناشئين ايوه وتبني فريق كره قدم تمام، ولا تشتغل مع محترفين فريق اول على طول ولعيبه جاهزه، لعيبه تقدر تنفذ تعليماتك تكون اسهل في التعامل ما بينها؟ انا سؤال جميل جدا كابتن عمر بحييك عليه، ولكن انا اخدها زي ليفل 1 ليفل 2 يو اف اي بي يو اف اي اخبار حضرتك. يعني انا بدا من ناشئين، انا شغال على مرحله الناشئين لفتره معينه، ودي المرحله الاصعب جدا. بتعامل ازاي بقى معاهم؟ بتعامل واولياء الامور طبعا، زي هنا ولا هنا ولا لا هناك؟ لا 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 هناك طبعا بيبقى مثلا انت هناك الموضوع كل حاجه بنروح للرولز، الاف اي رولز بيقول كذا، الاف اي رولز بيقول كذا. ممكن واحد ولي امر يجي يقول لك انا ابني مش بيلعب ليه؟ ممكن. طيب وهل مثلا حضرتك بتتعامل معاه او يعني بتجاوبه يعني بس بيبقى بعد فتره كبيره، مش بعد فتره كبيره يعني لما مثلا الصبر عنده بقى خلاص. يعني مثلا انا برضو يعني بخلي بالي ان انا برضو يعني ببقى الامور بتبقى في ايدي، يعني انا باخد القرار انا ومع المساعدين معايا. هنحط يعني بالليل او ناخد التشكيله، خلاص احنا خدنا القرار ان اللعيبه دي هتلعب ودول مش هيبداوا خلاص. فانا ممكن الماتش اللي بعده مثلا لو في حاجه انا عايز ازودها او في التمرين باجي اتكلم معاه، يجي لي مثلا ولي الامر يقول لي ابني ليه ما بيلعبش، اقول له انا مثلا محتاجه في الحته دي، هو لسه قدامه مثلا 20% وانا بقنعه وهم بيقتنعوا وبكل ادب وبكل احترام. وبعد كده هو بص يا كابتن، طول ما انت بتلعبه نص الجيم انت اوكي. الرول بيقول كده للناشئين، طول ما انت بتلعبه نص الجيم هو انت اوكي، انت ما عندكش اي مشكله خلاص. بدل انا لعبته نص الجيم انا اوكي، يعني ما اقل من كده. هم عارفين، هم بيخشوا على الاف اي رولز وفاهمين، هم كل طبعا فاهمين كل حاجه، طالعين كل حاجه عندهم موجوده ومدونه جدا، سواء على الانترنت او موجوده ورقيا. وانا اعتقد ان كل حاجه على الانترنت في سهله جدا، بيخش على الاف اي رولز الماده دي بتقول ايه الموضوع، كل حاجه عارفينها. اخد بال حضرتك. وهم طبعا انا عندي لعيبه، انا مسؤول كمان على السوكا سكول في اسبانيا، ما هو عندي لعيبه بتبدا من سنتين والله العظيم، بيجي لي لعيبه والله العظيم والله العظيم انا يعني بامانه. لا صدق حضرتك من سنتين يعني ممكن كده حضرتك قاعد تلاقي ولا كده عنده سنتين بيشوط الكوره يجي. طب بيتعلم ايه؟ لا هو بيجي معاه ولي الامر بتاعه تمام، فاحنا بنعمل لهم سيشن مثلا لمده 40 دقيقه او 45 دقيقه. متعبه جدا جدا جدا. انا عايز اقول لحضرتك ال 40 دقيقه دول يعني 40 ساعه بالظبط، بيعدوا 40 ساعه بالظبط. بس انت بتحط لهم الوحده التدريبيه بتاعتهم بتبقى فيها فن، فيها حاجات، فيها جيمات بيحبوها، فيها الوان، فانت بتدخل الحته دي فيها. اخد بالك انا بكلمك، انا مسؤول على قطاع كبير. طب اسالك سؤال بقى، من سنتين لغايه أتفضل. هل في حد من الاطفال اللي زي ما حضرتك قلت ممكن يكون اعمارهم سنتين او ثلاثه شفت في موهبه وفعلا بعد مرور 3 4 5 10 سنين موجود معاك دلوقتي في الفريق؟ انا عندي في سيلتك، لما كنت في سيلتك كان عندي لعيبه بتيجي، ما اعرفش هم يعرضوا صور ولا لا عندنا في، لا هيعرضوا حاجات، هم يعرضوا طبعا يعرضوا في يعني لو في ماتيريال انا بعتها. طيب ماتيريال يعني واحنا بنتكلم نعرض بعض الماتيريال اللي موجود علشان نستعرضه ونشرح الصور اللي في الولاد بييجوا يلعبوا هناك. الجو جميل يعني، الجو طبعا هناك مساعد على ان اللعيبه تتالق واللعيبه تطلع بشكل قوي جدا. الملاعب هناك موجوده بكثره يعني طبعا. ما فيش، انا كان عندي ملعب بتاعي، كان رئيس النادي بتاع سيلتك كان مديني كل الصلاحيات ان انا ابقى عندي ملعب للناشئين. فانا كنت بشتغل معاهم يعني زي ولادي بالظبط، عايزهم يبقوا كويسين. فكان لعيبه، في لعيبه دلوقتي راحت ايفرتون، وفي لعيبه وصلت لكارل ايل ده بيلعب في ليج 2، وفي لعيبه عندي في ايفرتون دلوقتي اربعه بيلعبوا هناك في ايفرتون في الناشئين وماشيين كويس جدا يعني. ده بالنسبه لدورهم يونايتد. في لعيب كمان بيلعب في منتخب انجلترا طلع من عندنا إليت أمبلتون، ده بيلعب إليت أمبلتون ده طلع من عندنا من النادي ولعب بيلعب في منتخب يعني برضو بدايته كانت عندنا. وفي لعيب كمان دلوقتي عندي في اسبانيا، هو اتنين، وعندي ليون بيلعب في ميدلسبرا وعندي كيتون وعندي سام. اللعيبه دي كلها طالعين من هم لسه صغيرين خالص في ماشيين. بس انا عايز اقول لك معلومه عشان بس المشاهدين يعرفوا ان
من كل 1000 ناشئ في انجلترا بيطلع لعيب واحد بس الفريق الاول. يعني من كل 1000 انت متخيل العدد؟ موضوع صعب جدا. الاكاديميات هناك اللعيبه اللي بتيجي جاهزه مو صلاح ورمضان وشاكيري ده السؤال اللي هياخدنا ليه ان انجلترا بدات تفكر او رابطه المحترفين الانجليزيه بدات تاخد بعض القرارات ان هيتم تقليص عدد المحترفين في الدوري الانجليزي. وكمان في نفس الوقت شفنا ان في بعض اللعيبه من انجلترا بداوا ان هم يحترفوا خارج الدوري الانجليزي. واللي انا عارفه ان لعيبه الدوري الانجليزي عاملين هي اللعيبه زي بدات هي شايف دي سيلتيك يعني ناشئين سيلتيك دي في البدايه يظهروا بعض المهارات ويظهروا مهاراتهم واضح. طبعا حضرتك موجود في الصوره اللي على الشمال فوق مع ناشئين سيلتيك وكمان يعني الصور اللي على اليمين الصوره اللي حضرتك موجود فيها واللي تحتها واضح ان الاعمار صغيره جدا وبالتالي يعني بنتكلم في معدل عمار صعب جدا السيطره عليه. ولما حضرتك تكون موجود مش انجليزي ولا حتى اسكتلندي واللغه الانجليزيه مش زي اولاد البلد وتعرف تخرج جداً منهم مواهب انا اعتقد ان دي يعني شهاده تقدير لحضرتك. وطبعا يعني موضوع صعب عشان جداً انا جداً يعني انا معصب طبعا بشوف انت فاهم طبعا انت في الفيلم طبعا فالموضوع انا عارف ان هو موضوع صعب جدا لكن عايز اقول لحضرتك نتكلم في النقطه 1000 ناشئ انجليزي بيطلع واحد منهم للفريق الاول. عندنا في 2018 وصلنا ان جه الوقت ان لعيبه انجلترا بتحترف خارج انجلترا حقيقة. في المانيا حضرتك كنا بنتكلم ونقول في المانيا وكمان بيحاولوا ان هم يقلصوا عدد المحترفين الاجانب. هل بقى المحترفين يعني اللي خارج الاتحاد الاوروبي ولا المحترفين اللي هم من خارج انجلترا ولا ما معنى كلمه محترفين بالنسبه لرابطه المحترفين الانجليزيه في تقليص العدد اللي هم اللي بيلعبوا في البريمير ليج؟ يعني دلوقتي مثلا الرابطه هل تجبر الانديه بوجود مينيمم او عدد ما ينفعش نقل عنه من اللعيبه الانجليزيه؟ هم في 17 حاليا لكل فرقه تمام هيقلصوهم 12 يعني هيشيلوا 5 لعيبه. ليه بقى؟ انجلترا بتحاول تطلع من الاتحاد الاوروبي من بريكزيت تمام فالقوانين فالقوانين هتتغير فهم بيفكروا في كل حاجه ما بيسيبوش حاجه للصدفه اخد بال حضرتك فهم عشان هيطلعوا من الاتحاد الاوروبي اخد بال حضرتك فبداوا ان هم يكلموا ويعملوا ميتنجز ان هم يقللوا المحترفين لرقم 12 كمان سنه 17 المنتخب تحت 17 سنه وتحت 20 سنه خدوا كاس العالم ناشئين في انجلترا دي حقيقه فانت طيب هم طب احنا دلوقتي دول نجحوا الفريق اللي بيصعد ده يعني عندنا عناصر مميزه بالظبط هنستفيد بيه ازاي امتى؟ فعشان كده انا زي ما قلت لحضرتك ان في 2 واحد من مان سيتي واحد من تشيلسي راح لعبوا في الدوري الالماني بوندس ليجا طب هل نجحوا؟ عشان اللي انا عارفه ان انا انضموا للمنتخب ان اللعيبه الدوري الانجليزي عاملين زي السمك في ميه ما يعرفوش يطلعوا بره ميتهم ما يعرفوش يطلعوا بره انجلترا لو طلعوا بره انجلترا هيبقى الموضوع صعب جدا بالنسبه لهم عاملين زي مصر بالظبط اللعيبه المصريه لما بتطلع بره بيبقى الموضوع صعب قوي يرجعوا تاني بالظبط البريمير ليج زحمه فاللعيبه مش عارفه تاخد فرص ودول 19 سنه 20 سنه فبداوا يجي لهم عروض احتراف وده حاجه كويسه جدا طبعا يروحوا يلعبوا في البريمير سوري في البوندس ليجا علشان ساوث جيت يضمهم للمنتخب رايك كيف في جارث ساوث جيت هل هو مدرب صدفه ولا مدرب كان محضر صح وفعلا بنى على اختيارات هو كان مقرر ان هو يضمها تجربه تصفيات قبل كاس العالم والمستويات الرائعه وان هو يعيد انجلترا الى مربع الذهبي بعد حوالي 28 سنه بالظبط هل شايف عليك ان هو مدرب ممكن ينجح ويعمل طفره مع المنتخب الانجليزي ولا هو مدرب صدفه؟ لا مش صدفه هو مدرب قوي جدا وذكي جدا وفيري فريندلي حتى مع اللعيبه احنا بنشوفه بنتكلم معاهم على فكره هو بيتعامل مع اللعيبه ان هو صديق لهم يعني بيتعامل معاهم بيطلع منهم كل حاجه لان هو ذكي هو عنده 47 سنه صح؟ طبعا فاحنا بنتكلم في هنا يعني هنا في مصر 47 سنه ده ما نطلق عليه المدرب يعني حتى مش الشاب عندنا في مصر 58 60 ده المدرب الشاب فهل حضرتك شايف ان 47 سنه وان هو قريب من اعمار لاعبي منتخب انجلترا دي بتفرق او فرق مع معنويات اللعيبه؟ جدا جدا يعني انت تشوفه كمان هو بيتعامل معاهم ان هم حد بيقول له جارس يعني هو مش يعني انا عارف مفيش بره كابتن ولا فيش بقى كابتن باص ومش عارف لا جارس. يعني هو بيتعاملوا معاه ان هو جارس
في سيستم في الاتحاد الانجليزي في سيستم الاتحاد الانجليزي الاف اي حاطين سيستم وحاطين تارجت ل 2022 ان هم ياخدوا كاس العالم 2022 بالظبط. هم يعني هم السنه دي وصلوا المربع الذهبي بالظبط يا كابتن عمر. فالنهارده بيديله كل الصلاحيات. بص الاعمار اخد بال حضرتك. بص لما وصلوا كاس العالم خدوا مين معاهم كرموهم. لما سافروا وكانوا موجودين في روسيا خدوا اللعيبه بتاعه المنتخب ال 17 سنه و 20 سنه سفروهم روسيا عشان يكملوا المسيره طبعا بتاعه الفريق الاول. تمام اخد بال حضرتك. فهم عندهم هدف عندهم تارجت بيشتغلوا على ان هم يسعدوا شعب انجلترا. اخد بال حضرتك. فمدينه كل الصلاحيات وانا شايف ان هو هيكون ليه اسم كبير في عالم التدريب يعني في الفتره اللي جايه دي. خلاص يعني جرس اثبت لكل المشجعين في انجلترا ان هو او كل المحبين لكره القدم في انجلترا والمنتخب الانجليزي ان هو الرجل الاول في الاتحاد الانجليزي حاليا يعني. طيب بالنسبه لجاريث ساوث جيت من وجهه نظر حضرتك بما ان حضرتك مقيم في انجلترا ومدرب لاحدى الفرق الانجليزيه, هل شايف ان مهم جاريث ساوث جيت لو مع يعني نعمل مقارنه لو هو ماسك فريق في البريمير ليج وهو حاليا مدير فني للمنتخب, شايف انهي مسؤوليه صعبه؟ هل وجوده في المنتخب اصعب بما ان احنا بنتكلم على عناصر يعني اختيارات اللعيبه ممكن ما يكونش قدامه اختيارات كتيره عكس الانديه لما بيكون عايز يشتري لاعب بيشتريه ايا كان جنسيته, فهل حضرتك شايف ايه الاصعب بالنسبه لجاريث ساوث جيت ان هو يبقى موجود في المنتخب ولا لو كان موجود في احد الانديه الانجليزيه؟ لا الاصعب لجاريث ان هو يكون موجود في المنتخب. صعب صعب جدا, اختيارات قليله جدا, ما عندوش اوبشنز اللعيبه الموجوده. حتى انت مان يونايتد بيلعب تشيلسي مفيش فرنكام انجليزي مفيش بالظبط. ارسنال بيلعب تشيلسي وتوتنهام مفيش هاري كين, بس هاري كين ديلي الي توتنهام يعني بيتعدوا على الصوابع يعني. عايز اقول لك بقى الحاجه اللي احنا بنفتقدها هنا ان هو عدم تقبل الاخر هنا عندنا في مصر. هم هناك بيتقبلوا الاخر بقالهم 20 سنه عشان كده نجحوا في الدوري الانجليزي عشان كده عندهم اقوى دوري في العالم اللي هم تقبلوا الاخر اللي هم تقبلوا رؤساء انديه جايين او مستثمرين لعيبه جايه من كل حته. عايز اقول لحضرتك كمان معلومه ان الاتحاد الانجليزي نفسه من جوه مش كل اللي شغالين فيه انجليز. اللي في سان جورج بارك انا رحت هناك على فكره بتقابل ناس من كولومبيا من الارجنتين من نيجيريا طبعا. الناس دي بتدي لهم خبرات يعني يعني انا مثلا شفت واحد كويس جدا بديله الفرصه الاوبورتيونيتي ان هو يشتغل عشان هيفيدني عشان هيفيد الكره الانجليزيه. واخد بال حضرتك علشان تشوف ان الدوري ده فيه متعه فهو هيفيدني فانا بجيبه. انا بقى مش ببص له بقى ان هو لونه اسمه ماليش دعوه. اخد بال حضرتك هم بيتقبلوا الاخر. احنا لو احنا عايزين بامانه نوصل ونسمع جامد جدا لازم نستفيد من خبرات اللي هو الغير بالظبط. يعني بنتكلم في اكيد يعني حتى بنتكلم في مش بس في يعني بنتكلم في التحكيم بنتكلم في الناشئين بنتكلم في كل المنظومه القرويه عشان نستفيد باعلى خبرات ممكنه من لعبه كره القدم بالظبط. يعني نجيب ناس من كل حته. ايه المشكله لما اجيب حد مثلا من المانيا يجي يعرفني حاجه؟ مش لا طبعا مش عيب. ما حدش كبير على التعلم بالظبط كده. حد بيوصل لمرحله ان هو عارف كل حاجه في الدنيا. انا كنت موجود في سيشن وكان في محاضر اسمه بيتر ستيجز بيت ده كنا حوالي 30 واحد. فانا قمت من ضمن الناس اللي انا كنت الوحيد الفورنر او الغريب اللي مش انجليزي ورفعت ايدي وقلت له ممكن اسالك سؤال؟ قال لي اتفضل. قلت له يعني ايه دي ان ايه؟ هم عاملين حاجات كتير اسمها دي ان ايه. عندهم برنامج كبير طبعا دي ان ايه في كل حاجه في الكوره في يعني التارجت بتاعهم اسمه دي ان ايه. فقال لي اقف كده انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي اي بي وموجود هنا في شمال انجلترا. قال لي ده سؤال قوي جدا شكرا. الدي ان ايه اللي احنا بنشتغل عليها دي هي حاجه بتبقى حاجه يعني ديفرنس عن اي حد تاني في العالم. زي ما انت في جسمك الدي ان ايه غير التاني مختلف بالظبط كابتن عمر. فاحنا اشتغلنا على الدي ان ايه دي وبنحاول نبني عليها كل شغلنا. فالراجل يعني رحب بالفكره دي ولما انا وقفت يعني وخد وسمعنا لغايه الاخر. فاحنا برضو عايزين هنا نطبق الاتحاد الكره المصري يبتدي يستعين بخبرات من بره مصر. ما فيش مشكله في كل المجالات يعني ممكن زي ما انت حضرتك قلت في التحكيم في اداره المباريات لو عندنا مشكله في الميديا في نقل الماتشات
نثقف الناس، نثقف الجماهير. طبعا طبعا. اخد بال حضرتك الحاجات. انا عايز اسالك سؤال مهم بقى خاص بالتدريب او بكيفيه انك ازاي تطلع ناشئ يكون على قدر المستوى المطلوب. هل حضرتك بيتطلب منك نتيجه بالنسبه لمراكز او مباريات، ولا بينتظر من حضرتك نتيجه لصعود الناشئ؟ ان انا بالنسبه لي ما يهمنيش النتائج على قد ما يهمني ان يكون موجود لاعب فيه قدرات، عنده مهارات، كل متطلبات كره القدم. ايه اللي بيطلب من حضرتك؟ سؤال جميل جدا ده، ربنا يخليك. بص يا باشا، انا كنت شغال مع مدرب اسمه بن بنسن، شغال في ايفرتون، وهو كان شغال في كارلايل في الفتره دي. فكان يقول لي لما يكون عندك لعيبه مميزه كلمني. تمام. كنت بجي له واقول له انا عندي مثلا 3 4 5 اتصل بيه، بيجي لي ياف ونقعد مع اللعيبه ونتكلم معاهم ونعرف هم يعني ازاي ممكن يقدروا يعملوا سيشنات، يقدروا يحضروا امتى، ونشتغل معاهم عشان اصعدهم لدرجه اعلى. طبعا الاتحاد الانجليزي قال لك الناشئين بسن 13 سنه غير مسموح ان انت تضغط عليهم وتقول لهم لازم نكسب، ممنوع، ما ينفعش. لا 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 لا، ينفعش بقى. ما احنا ما يعني فوتبول فور اول، هم عايزين الناس يبقى في متعه في كره القدم. ما انا عايز اللاعب يجي جاي مبسوط، جاي عشان يجي تاني. ما انا هقعد اقول له انت لازم تكسب واضغط عليه، مش بقى انت كده بتضغط عليه، يعني انت كده بتخش في حاجات يعني بتخليه بره المود. يعني انت بتضغط عليه وتقول له اكسب، هتكسب ازاي؟ ما ينفعش. دي شغلتك انت، بقول لك انت دي شغلتك انت اللي تعرفه ازاي يكسب. ما تقولوش لازم نفوز. صح. انت كمدرب انت بتقول له نكسب ازاي، بس ما تقولوش لازم، ممنوع. بتعلمه النو هاو وهو بيتعامل، هاو يو كوتشن واي يو كوتشن، كل الاوبشنات دي. والفور كورنر موديلز دي مهمه جدا، فيها بارت اللي هو الفن ده، او يعني السوشيال. صح. فانت لازم تبقى موجود معاه، ولازم تحسسه ان انت جزء من المنظومه، وان هو موجود معاك، مش عشان هو يجي وتتحط على ضغوط، لا. اخبار حضرتك كده. طيب تعال نروح شويه للجزء الفني الخاص باللعيبه المصريين اللي موجودين في الدوري الانجليزي. وسريعا عايز اسال حضرتك في مستوى محمد صلاح الموسم الحالي واختلافه عن الموسم الماضي. الموسم الماضي بيحقق افضل لاعب في الدوري الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي عبر تاريخه في عدد في نظامه الجديد بماتشات اكتر. وعايز اعرف هل حضرتك شايف ان محمد صلاح الموسم ده يختلف عن الموسم الماضي، وهل محمد صلاح قادر على تحقيق نفس الانجازات الفرديه اللي حققها مع فريق ليفربول الموسم الماضي؟ بص يا كابتن عمر، محمد صلاح الموسم اللي فات عامل طفره قويه جدا، وعامل حقق ارقام وعاليه جدا، و خلينا السنه دي نستنى نفس اللي عمله السنه اللي فاتت، او طبعا نفس الاداء. تمام. انا شايف ان الاصابه بتاعت السنه اللي فاتت دي لسه مأثره فيه شويه، يعني هو لسه برضو يعني لسه ما رجعش كمحمد صلاح اللي كان لسه جاي بنفس الاداء بتاع الموسم اللي فات. طب هل العيون لما ركزت مع محمد صلاح الموسم الحالي بدات ان هو يعني تقفل عليه مساحات، بدا ان هم يلعبوا عليه بدل مان يلعبوا عليه تو مانز، او بدل مان تو مان، او لاعب بيراقب محمد صلاح بقى اثنين لعيبه بيراقبوه، ولا حضرتك شايف ان الموسم الماضي كان بيحصل له نفس المضايقات او الاحتكاكات اللي بتحصل له الموسم الحالي؟ بص حضرتك، انا وقفت مع قابلت جوردن بيكفورد. طبعا. جوردن بيكفورد حارس مرمى ايفرتون، واللي اخطا في مباراه ايفرتون وليفربول، واوريجي اللاعب البلجيكي احرز فيها هدف الفوز لفريق ليفربول. فسالته قلت له ايه رايك في مو صلاح؟ قال لي لعيب خطير جدا، لعيب انا الكوره اللي هو الجون اللي حطه فيه واخد احسن جون بتاع جايزه بوشكاش، قال انا ما شفتهاش يعني لما حطها له كده من بعيد. قال لي لعيب قوي جدا. بص حضرتك، لما ماتش ليفربول وباريس كل كوره كانوا بيتعاملوا محمد كوره، فبيتقابل باثنين، او ممكن يبقى في حد حاطط مساحه عشان هو سريع. فالمدربين بيقابلوه بطرق اكتر من طريقه،
فاحنا لسه برضو احنا في 8 احنا في 12 يعني برضو بقى يعني الاسابيع لسه يمكن اسابيع ونوصل لنص الدوري الانجليزي لسه ناقص 6 شهور او نص احنا في الدوله كامله بالظبط الخمسه يعني احنا كامل. اخر خمسه اخد بال حضرتك فلسه احنا مش عايزين نستعجل بس هو عامل لهم بروميسنج او وعدهم ان هو مع ليفربول ان هو يحقق 100 هدف فهو قاعد هو مش هيمشي ان شاء الله موجود في انجلترا والراجل مكمل حاطط تارجت لنفسه حاطط لنفسه اهداف وما اعتقدش كابتن عمر ان هو يعني محمد يعني مستاذج ان هو يسيب الدوري الانجليزي بقوته بحلاوته ب 15 فرقه بتلعب كره قدم جماهيريا في العالم ويروح مثلا اسبانيا اللي فيها فرقتين ثلاثه او يروح الدوري الايطالي اللي هو برضو اقل اخد بال حضرتك سريعا محمد النني راي حضرتك فيه هل شايف ان هو يعني مش هيكمل مش هيبقى موجود مع ارسنال تفتكر لا. في واحد ولا ممكن في الصيف في واحد طب ايه الاقرب انه مين اقرب فريق ممكن يضم محمد النني وهل هو هيبقى عن طريق الاعاره ولا بيع نهائي والله الراجل طلب 15 مليون جنيه بالظبط نايمري طلب 15 مليون جنيه اللي هيدفعهم هي طب لو ما حدش دفع محمد النني هيكون موجود مع ارسنال موجود بس ممكن يبقى في نيجوشيشن يعني في هل ممكن تفتكر يكون موجود مثلا في ليستر في ايفرتون في انا سمعت ليستر وسمعت في ايفرتون برضو وسمعت ان هو ممكن يروح فرنسا طب هل حضرتك شايف الافضل لمحمد النني ان هو يكون موجود في انجلترا ولا يخرج من الدوري الانجليزي لا في انجلترا يقعد كمل طب لو خرج من انجلترا ممكن يروح فين شايف فين هل اسبانيا هل ايطاليا هل فرنسا انا اعتقد ان هو جاله بس الدوري الفرنسي اقل قوه فيهم هم الثلاثه او الاربعه انا النهارده كابتن عمر النهارده انا عايز حد يكون عايزني ما يكون انا مش هروح برضو اروح فرقه غصب ومضغوط واقعد وما العبش انا عايز حد يكون مقتنع بيا يديني فرصه زي ليستر زي ايفرتون ايفرتون وليستر ميد تيبل اخد بال حضرتك بالنسبه لحجازي لسه قدامنا وقت ولا يعني عايز اسالك على رمضان صبحي شايف رمضان صبحي يعني مش بيشارك مع فريق هادرسفيلد تاون وكمان في نفس الوقت هو حظه سيء جدا بيحصل له بعض الاصابات كتيرة مش بيلعب فريق ماشي بشكل سيء جدا حتى اعطائه للفرصه في وقت الفريق واقع فيها مش هتضيف من رمضان هتقلل من فرص رمضان في المشاركه مع الفريق وتالقه فشايف رمضان ممكن يكون موجود ولا كلام عن رجوع النادي الاهلي ممكن يكون حقيقي لا مش هيرجع النادي الاهلي مش هيجي مصر خالص رمضان مكمل في انجلترا الوكيل بتاعه قال الكلام ده صراحه اكتر من مره مدرب طب ولو رجع الاهلي ما يرجع وماشي انا ما اعتقدش يعني هو برضو ما متعناش كرمضان صبحي في انجلترا لا ما. انا بتكلم في النقطه دي يعني هو برضو لسه رمضان لسه صغير 21 مش كده بيتكلم ريد 97 رمضان طيب صغير يعني لسه لاعب صغير في السن جدا لسه ممكن يا ربنا يكرمه ويرجع تاني الدنيا بتتغير بسرعه اخد بال حضرتك هودسفيلد هينزل يعني هودسفيلد احتمال ينزل شامبيونشيب يعني اخد بال حضرتك طيب احمد حجازي بعد التالق اللي عمله الموسم الماضي كلنا يعني سمعنا عن توتنهام بقى وايفرتون وانديه كتير عايزه تتعاقد مع احمد حجازي لكن فوجئنا ان هو موجود مع فريق ويست بروميتش في الموسم الحالي يعني حضرتك شايفها ميزه ولا عيب ان لا. الفريق لما ينزل للشامبيونشيب لاعب مصري مش بتكلم على لاعب اجنبي لاعب مصري يكون عنده المنتاليتي ان هو يقول انا هقعد مع فريقي ما جاليش حاجه فانا هقعد مع فريقي هساعدهم في الصعود مره ثانيه للبريمير ليج وكمان بلعب بشكل اساسي فضمن مكاني في منتخب مصر وبحرز اهداف احرز هدف المباراه الاخيره اللي قبل الاخيره احرز هدف الفوز بالظبط قبل ما يجي كان جايب جون وبيعملوه ان هو نجم كبير بيعملوه ان حجازي ده طب مش شايف ان احمد حجازي عنده فرص انه ممكن في شهر يناير ينتقل لاحد فرق البريمير ليج ليفربول ممكن ليفربول و بس ليفربول عندهم لوفرن وفان دايك لا رايح ان شاء الله هيكون ليه مكان لو ما راحش في يناير هيروح في الصيف ويقال انا كنت في لندن قبل ما اجي مصر ان هو اتمرن مع ليفربول اتمرن تمرينتين نزل تمرينتين طب رايك في يورجن كلوب مدرب هايل 10 على 10 طب يورجن كلوب متهم في انجلترا انه بيصرف فلوس كتيره ما حققش ولا حاجه مع ليفربول هو التارجت بتاعه كان في انترفيو كان في انترفيو كابتن عمر مع قناه ليفربول مع يورجن كلوب فقالوا له انت امتى تمشي من ليفربول قال لهم لما ابعد عن المركز الرابع يعني هو التوب فور هو هابي الاداره ما احنا برضه يا كابتن احنا بنتكلم بيبقى في الاداره بتبقى برضه بتدي له تارجت ما احنا برضه في حاجات احنا ممكن نقعد نقراها من بين السطور ولكن هو الراجل قال انا هكون موجود فان دايك قال لهم انا جبت لكم ب 50 النهارده 120 بتكسبوا ولا مش بتكسبوا الكوره بيزنس استثمار اخد بال حضرتك طبعا ما بيخافوش يعني محمد صلاح جابه بكام والنهارده بكام طبعا طب يبقى بيصرف كوتينيو وغيره بالظبط استثمار اخد بال حضرتك
انا شايف يا كابتن ان كمان المحمدي ماشي المحمدي برضو ماشي كويس. ذكاء منه ان هو كمل الفتره دي كلها، حصل على الجنسيه الانجليزيه ورمضان ان شاء الله لو كمل وقعد فتره وصبر. محمد صلاح انا مش عايز اللعبه تستعجل يعني، يبقى برضه في صبر ويبعد عن البرشر بتاع الاعلام والميديا المصريه. احنا عايزين نضغط 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 عليهم، ما نسيبهم يشوف اللعيب لو ما زادش سوري في مستوى الشهر ده ممكن الاسبوع الجاي الاسبوع هيتيجي. كنا احنا عايزين نضغط، عايزين اللعيبه تنزل تبقى كلها، ما ينفعش ما لازم نصبر عليهم، لازم ندهم فرصه. اخد بال حضرتك في اسلام عيسى برضو اللي بيلعب في النادي المصري، لعيب هايل جدا. في عندنا دونجا وفي عندنا محمد هاني وفي عندنا لعيبه صغيرين ليهم مستقبل. بالظبط، في عندنا لعيبه كبيره جدا. كابتن ابراهيم اخيرا كلمه تحب حضرتك توجهها لجمهور الكره المصريه بشكل عام والناس اللي بتتفرج علينا، نصيحه تقدر تقولها للمدربين بالذات كمان اللي متوليين حته خاصه بالشباب او بالناشئين، تحب تقول لهم ايه؟ عايز اقول لهم اللي ما بيجيلوش فرصه في نادي وملوش نصيب فيها ما يقعدش يروح نادي تاني، ما يستناش لما زميله يقع او يطلع وهو يخش مكانه، روح نادي تاني. ابدا الفرصه الصغيره بتكبر، فروح واثبت نفسك في مكان تاني، والمكان التاني ده حتى لو قليل اقل من الدرجه اللي انت كنت فيها هتبان شغلك، هتيجي تاني للمكان الكبير. فما تيأس، اشتغل، اعرق، كافح، اعمل كل حاجة، خلي عندك طموح وخلي عندك يقين بالله انه ان شاء الله ربنا هيكرمك. فما تستسلمش، اخد بال حضرتك. وعايز اقول كمان لجماهير الكرة المصرية، يا ريت بعد اذنكم تقبلوا الاخر علشان الدنيا تمشي في مصر. احنا الدوري بتاعنا بتشاف بطريقة قوية جدا، وبيطلع من عندنا نجوم كبيره جدا. تقبلوا الاخر، خلي عندكم ثقافه. كل كابتن عمر، كل الجماهير اللي عندنا بيشجعوا ليفربول ومان يونايتد وتشيلسي كلهم. طب نفسي بقى اشوف التشجيع ده هنا برضو عندنا برضو، يعني مش كده؟ صح كده بالظبط. كابتن ابراهيم شرفتنا ونورتني، استمتعت بوجود حضرتك معايا. تسلم يا كابتن عمر. نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل هيكون موجود معاكم في الجزء الثالث والاخير في الاهلي الليله الكابتن خالد العوضي وفقره الالعاب الاخرى. مساء الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي. الاهلي اخر جزء في حاله الاهلي الليله النهارده عن الالعاب الاخرى. وانا جاي النهارده يعني قعدت افكر كتير، لقيت نفسي بروح لطوكيو 2020 وازاي نقدر عندنا ابطال كبار نقدر نوصل. الحلم مهم جدا والاهم ان احنا ندعم. عندنا ابطال كبار زمان حققوا ميداليات اولمبيه، تحقيق الميداليه الاولمبيه تحقيق طويل الامد كبير، لازم الناس كلها تشتغل عليه، يعني كل الدول تشتغل عليه. يعني عندنا اسطوره في السباحه في امريكا اسمه مايكل فيليبس، محقق 27 ميداليه اولمبيه، رقم كبير. كل الدول العربيه ما حققتش الرقم ده، هو مايكل فيليبس حققه. لما اتحط مايكل فيليبس في ترتيب الدول طلع 32 على كل دول العالم، على 220 دوله بيلعبوا اولمبياد. الموضوع كله ان احنا ازاي نهتم ونرعى الابطال الاولمبيين. عندنا ابطال في النادي الاهلي بالاخص، عندنا ناس كتير زي في السباحه على يعني على سبيل المثال عندنا احمد اكرم وعندنا علي خلف الله وعندنا في مصطفى عبد الجواد في العاب القوه وعندنا ناس كتير وعندنا جانا فاروق اللي كانت موجود معانا قريب جدا هنا في البرنامج برضو بتستعد لاولمبياد 2020. عايزين كل الاتحادات المصريه مع كل الاجهزه المعنيه بوزاره الرياضه مع اللجنه الاولمبيه تهتم. الاهتمام ده حاجه مهمه لان ده اللي بيجيب البلد لفوق في المحفل الاولمبي، ده اللي بيعمل الارقام، ده اللي بيحقق البطولات. زي ما كان عندنا كرم جابر، زي ما كان عندنا كابتن محمد رشوان، زي ما كان عندنا ابطال كتير على مدار السنين اللي فاتت بحققوا ميداليات اولمبيه. عايزين الميداليات الاولمبيه دي تبقى حاجه قريبه. الكاراتيه اول مره يخش، المره اللي جايه اول مره هيخش في طوكيو 2020. عايزين ابطالنا هم زي ابطال العالم، عايزين ناخد ميداليات اولمبيه. بس يعني رساله موجهه الى المعنيين بقياده الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، لازم نهتم، لازم نعمل كل اللي علينا علشان نقدر نوصل اللي احنا عايزينه. الابطال دي اعتقد النادي الاهلي مهتم جدا بالابطال دي، بيدعمهم بكل الاسلوب،
مجلس اداره بيدعم كل الالعاب الفرديه عشان يوصلوا للمراد. المراد ده ان احنا يكون عندنا لعيبه تقف في المحفل الاولمبي ترفع علم مصر. اسهل حاجه العالم تعرف منها هي رياضه دلوقتي، حاجه مهمه جدا جدا جدا. اتمنى ان الناس كلها تشتغل على هذا الملف، ان نيجي في طوكيو 2020 ونقول احنا حققنا حاجه لبلدنا، لبلدنا مصر اللي احنا كلنا خيرنا منها. كده خلصت اول حاجه، وده كانت امنيه عندي كنت لازم اقولها لكم. ونبدا في اخبار النادي الاهلي. اخبار النادي الاهلي عندنا ثلاث اخبار مهمين جدا. اول خبر فريق كره السله سيدات بكره ان شاء الله هيلعب فاينل دوري المرتبط. فاينل دوري المرتبط هيلعب مع نادي سبورتنج، نادي قوي، نادي معروف، نادي منافس للنادي الاهلي، هو المنافس الاول لينا في البطوله نادي سبورتنج. بنات اقوياء جدا، كلمت مع كابتن ايهاب الالفي قال احنا الحمد لله مستعدين مكتملين الصفوف. بكره وبعده الاربع والخميس يحددوا نهائي دوري المرتبط سيدات. الماتشين هيتلعبوا فين؟ هيتلعبوا بكره في استاد القاهره وبعده في استاد القاهره في الصاله الكبيره. الماتشين بكره ان شاء الله هيكون الساعه 2 والساعه 6، وبعد بكره يوم الخميس الساعه 4 والساعه 8. وان شاء الله قناه الاهلي هتتابع معاكم الاحداث، وتتابع معاكم ان شاء الله باذن الله تواجدنا هناك هيكون مع فرقتنا. وان شاء الله مبارك لفريق كره السله سيدات بدوري المرتبط باذن الله بكره وبعد. هنروح ل تاني خبر عندنا من كره السله رجال، والاستعداد لمباراه مهمه جدا 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 الجمعه والسبت. دوري السله شادد حيله في ماتش مهم جدا لفريق كره السله رجال مع نادي الزمالك الساعه 8، عفوا يوم 8 ويوم 9 جمعه وسبت باذن الله هيلعبوا في دور الثمانيه. الماتش اللي قبليه دور اللي فات كسبنا نادي الاولمبي وصعدنا. الماتش اللي هيتلعبوا في صاله 6 اكتوبر ماتش مهم جدا جدا جدا. كابتن خيري برضو بالكلام معاه والسؤال معاه ان فرقته الحمد لله مكتمله الصفوف، لسه في لعيبه المنتخب انضمت عليه وبداوا يعملوا تدريبات جماعيه. ان شاء الله باذن الله يعدوا المرحله الجايه ويعدوا ويكسبوا ويكملوا لفاينل دوري المرتبط او يوصلوا للدور قبل النهائي. نخش على كره اليد سيدات، وفوز كره اليد سيدات بنتيجه 21-18 على نادي الجزيره. اول شوط خلص 10-9، السكور قريب. الجماهير مش مستريح، انا بقول للكابتن ياسر الكلام ده، الجماهير مش دايما السكور بيبقى قريب. خسرنا ماتش وعديناه، لكن اللي جاي لازم يكون اكتر شويه. ربنا يوفقهم باذن الله، بيستعدوا لمباراه المنصوره يوم السبت القادم باذن الله في الدوري. نتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم ان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه يكون كل اللي جاي ميداليات وحصد ميداليات وحصد بطولات في تاريخ النادي وزياده دولاب البطولات في النادي الاهلي. النهارده معانا ضيوف، بعد ما خلصت اخبارنا معانا ضيوف، ضيوف مهمين جدا. جهاز كامل موجود معايا وهو جهاز العاب الماء بقياده الكابتن وائل عزت. هنخرج لفاصل وترجعوا لنا نستقبل ضيوفنا عشان نتكلم على العاب الماء بصفه عامه، البطولات اللي حققوها والبطولات اللي جايه، وبطوله الكابتن نرمين فضل رحمه الله عليها للسباحه للبليء وهكذا وهكذا. عندنا حاجات كتيره انا اشوفها مع كابتن وائل عزت والاخوه الفاضل. فاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. رجعتوا لنا مره ثانيه بعد فاصل سريع، لكن عايزين نعرف ضيوفنا. كنت لسه بتكلم على الالعاب الفرديه وبقول ان الالعاب الفرديه دي هي الامل في البطولات الاولمبيه والدورات الاولمبيه عشان اي بلد تطلع وتتقدم في الرياضه بصفه عامه. لازم ارحب بضيوفي العزاز جدا عليا شخصيا وفي نفس الوقت محققين انجازات كبيره في النادي الاهلي. معايا رئيس جهاز العاب الماء كابتن وائل عزت. مساء الخير. مساء الخير يا كابتن خالد، وانا متشكر على التقديمه دي، ده انت العزيز علينا واحنا يعني متربيين مع بعض. ربنا يكرمك. حضرتك كابتن فريق الاهلي في الهاندبول، وانا كنت كابتن فريق كره الميه في النادي الاهلي، متربيين طالعين مع بعض، وده حاجه يشرفنا. اجوان برضه. النهارده الامور كويسه مع بعضينا. ومعايا كابتن محمد فاضل نائب رئيس جهاز العاب الماء. مساء الخير يا كابتن محمد. مساء الخير يا كابتن خالد. انا يعني سعيد ان انا معاك، واحنا طبعا مع بعض على طول. طبعا. طبعا منورين. كابتن محمد علام مدير جهاز السباحه، مظبوط؟ صح. تعريف بصح دقيق.
طب هنبدا من عند كابتن وائل عزيز عشان هو عنده حاجات كثيره بصراحه. كابتن وائل ماسك جهاز بقى كام سنه؟ انا والله دي السنه الرابعه الحمد لله ان شاء الله. والحمد لله احنا يعني اول ما ابتدينا كان لينا هدف مهم جدا ان احنا يبقى كل سنه بنعمل انجاز او بنبدا. يعني عشان عايز افهم حضرتك الاول جهاز العاب الماء ده بيمثل خمس العاب. كويس قوي. بيتكلم في سباحه قصيره، سباحه طويله، غطس، بري، كره ماء. هي. في خمس العاب وفي ثلاث فروع فالموضوع بيبقى كبير شويه. تمام. في كام بس فرع؟ ثلاث فروع عشان تبقى عارفه مدى المسؤوليه اللي عندك. حاجه كبيره الحمد لله بصراحة. ولسه ان شاء الله التجمع لما يفتح يبقى ان شاء الله اربع فروع ان شاء يعني الله. احنا بنتكلم في جهاز خمس فروع لا خمس العاب في ثلاث فروع يعني تتكلم في 15 تقريبا حاجه فرع عندك تحتيك نازل تحتيك. اتفضل. احنا طبعا احنا الحمد لله احنا كنا اول ما ابتدينا الجهاز كنت انا مسؤول بس عن الغطس والبري وكره الميه. كويس. طبعا كان احنا لينا هدف مهم قوي وضروري ان احنا نرتقي باللعب. احنا لما جينا مسكنا كان الغطس والبري كان يعتبروا العاب ترفيهيه او ترويحيه يعني ما كانوش في مجال التنافسي. دي حقيقه في البالي بالذات. وفي الغطس احنا جينا لقينا الاعداد كانت قليله كان احنا ما كناش بنكمل. الحمد لله احنا وصلنا النهارده عشان اقول لحضرتك مثلا فضل. حاجه بسيطه جدا احنا في بطوله الغطس الاخرانيه الجمهوريه بتاعه البطوله اللي فاتت واخدين مرحله العمومي ولاد وبنات ودي اول مره تحصل يعني دي اول مره تحصل في النادي احنا يعني من 19 سنه يعني ايام تعرف حضرتك كان في ايام اسامه ايام كنا بنلعب بالظبط. فيعني احنا الحمد لله والحمد لله ربنا يعني كرمنا بالنتيجه دي مجهود الناس بقى يعني احنا واحد بس عشان يدي كل ذي حق حقه. عندك مدير جهاز كابتن طارق الصغير، في مدير فني طارق نبيل، معاه كابتن اسامه، معاه مجموعه برده عشان مش عايز ايه اقول اسماء وناس تزعل مني في الاخر. تمام. لا مجموعه على اعلى مستوى. البلية احنا دلوقتي حضرتك بنتكلم انا بس عايز اقول لك احنا عندنا خمس العاب عندنا وقت هيتسع فهناخد واحده نخلص عشان نخش على احنا انا ابتديت بالغطس لان الغطس والبلية دي حاله انا ببقى سعيد بيها لان احنا معلش يعني السباحه كده كده في النادي الاهلي كان بتكسب بس احنا بننافس بدل مثلا ما نحقق مثلا 10 كؤوس نحقق 14 كاس او 15 كاس بيبقى عندنا هدف ان احنا نعلى نرتقي بالمستوى. الدولاب ما شاء الله عليه. لا الحمد لله. خلينا في البلية عشان نخش على كابتن محمد فاضل. طيب احنا هنسيب البلية بس هديك نبذه على حتى أيوة. البطوله الاخرانيه اللي احنا لعبنا فيها بس احنا برضو البلية احنا دلوقتي حضرتك يعني البطوله الاخرانيه دي خدين من اربع كاسات واخدين ثلاث كاسات فيعني هي بطوله نرمين فاضل او بطوله القاهره احنا هي مسماها ممكن كابتن محمد هيدي نبذه على الموضوع ده بس بقول لحضرتك طبعا السباحه احنا اخر بطوله الجمهوريه الاخيره دي اللي حضرتك لسه خلصانه من اسبوع حققت 13 كاس من 18 كاس ما شاء الله. يعني هندي بقى فرصه للكاس مش عايزين نقر مش عايزين نقر. كابتن محمد فاضل بطوله مهمه. كابتن امين فاضل رحمه الله عليها هي اخت حضرتك هي منطقه القاهره بس باسم كابتن نرمين فاضل تقولي على البطوله دي وتكريم اسم كابتن امين فاضل في البطوله دي. هو طبعا بشكر منطقه القاهره والاتحاد على التكريم دهوت. هي البطوله ديت بتقام بقى لها دلوقتي حوالي 20 سنه بتقام في مصر تكريما لاسم نرمين الله يرحمها رحمه الله عليه. البطوله ديت بتبقى لقطاع الناشئين بتنظيم منطقه القاهره وهي تعتبر هي بطوله منطقه القاهره بس تمام. بمسمى نرمين فاضل ميداليات بتحط عليها الميداليه بتحط عليها وصورتها كمان حاليا فتره حاليه اخر بطولتين بنحط صوره تذكاريه ما شاء الله. قبل كده كانت بتبقى الاسم بس. طبعا نرمين كانت لعيبه سباحه توقيعيه في النادي الاهلي وفي منتخب مصر وكده اول اخذت اول كومان واول بطولات دوليه كتير الى ان يعني اصابها مرض وربنا يرحمها بس قدامي صوره مهمه جدا الناشئين الجداد بتوعنا دول ابطال البالي المائي دول ابطال البالي المائي. خلينا نتكلم عليه بقى يا كابتن فاضل بصفه عامه. يعني انا زمان بصراحه شديده كان ايام بقى كابتن لمياء نبيل وايام كابتن لمياء مختار ومختار والحسن يعني بص انا هنساها طبعا انت راح حافظها دول كانوا بالي وامل فار عشان برضه دي كان المنتخب. انا اقول لحضرتك على معلومه بس كده وخليك كان منتخب مصر 10 لاعبات 8 لاعبات من النادي الاهلي بس انا عايز كنت عايز اقول لحضرتك كده بس بص هو سأل السؤال يعني كان زمان عندنا منتخب مصري هو النادي الاهلي كان إيه ده فعلا ده كان بس ده كان احنا بنتكلم على فتره اللي هي يعني كانت الثمانينات والتسعينات اوائل التسعينات وبعدين حصل
ممكن اقول مش عارف عايز اقول هجر اللعبه شويه او عدم اهتمام باللعبه. نزل المستوى جامد من ساعه ما كابتن بصراحه كان على راي كابتن الكابتن وائل قال لك ايه كانوا يعني سايبينها لعبه كده ترفيهيه لعبه ترفيهيه دخلت في مجال ان هي لعبه ترفيهيه فعلا. واحنا الاهلي مش ترفيهي, احنا النادي الاهلي مفيش حاجه اسمها رياضه ترفيهيه. تمام. يعني النادي الاهلي ما بيلعبش غير على المركز الاول. مظبوط. طبعا احنا في بطوله نرمين فاضل الحمد لله احنا كان فيها بطوله ال 8 سنين و10 سنين. احنا في مرحله 8 سنين اخذنا الاول في الكومبو في التيم, وفي مرحله 10 سنين اخذنا الاول في الكومبو والثاني في التيم ما شاء الله. فاخذنا 3 كاسات من 4 كاسات حي. وطبعا كاس العام بتاع البطوله ابو ده وكفات. كابتن وائل عايز يتخلص ولا ما خلصش؟ لا والله احنا بنقول كفايه الحاجه كلها احنا بنقول كفايه خلاص ان شاء الله في خلال اليومين الجايين دول هيبقى المنتخب بتاعنا. تمام. طبعا بالنسبه بقى للمنتخب احنا عندنا الفتره اللي فاتت يعني مش عايزين نحسد نفسنا نمسك الخشب فدخل عندنا بطوله الكومن العشر باجات اللي سافروا بطوله الكومن كان منهم 5 من النادي الاهلي ما شاء الله. بطوله العالم اللي كانت في شهر 8 اللي فات بطوله العالم للكبار مش للناشئين كان عندنا 4 من المنتخب من النادي الاهلي مشاركين. بطوله الكومن الثانيه كان عندنا 9 بنات من الاهلي انضموا للمنتخب 15 سنه ما شاء الله من اصل 10. كابتن وائل الارقام بتتكلم وما شاء الله, بس انا عايز اعرف حاجه مهمه يعني انت عديت لي ده ازاي, خططت ازاي, وكملنا ازاي بعد كده؟ والله انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. احنا لما بنيجي زي انت حضرتك عجبتني قوي في كلمه احنا ما عندناش حاجه في النادي الاهلي اسمها ترفيهيه. بالظبط. قعدنا وكان صراحه ابتدينا مع الـ 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 المنظومه دي مع كابتن قمر الفار. طبعا احنا لازم نذكرها بكل خير لان هي ليها سبب كبير في ان احنا نوصل للموضوع ده. ابتدينا نحط استراتيجيه احنا عايزين نوصل لفين. هقول لحضرتك على بس برضو معلومه صغيره كده. احنا لما ابتدينا القطاع اللي هو 8 سنين و10 سنين كنا بادين ب 12 بنت. انا بقول لحضرتك البطوله اللي فاتت احنا من النادي الاهلي بس 95 بنت من النادي الاهلي بس 95 بنت مشاركين في البطوله, لان هو انت عارف حضرتك البطوله في حاجه اسمها فيجرز وفي حاجه اسمها سولو وفي حاجه اسمها كومبو وتيم. احنا يعني احنا وصلنا نشوف حضرتك بتكلم بس في مرحله سنيه اربع سنين والحمد لله. المدربات يعني صراحه احنا وصلنا لحد دلوقتي عشان حضرتك تبقى عندك علم احنا جايبين مدربه اجنبيه كانت ماسكه منتخب صربيا هي اللي مسؤوله دلوقتي عن الباليه في النادي الاهلي. تمام. كابتن فاضل هنكمل. بص يا كابتن علي انا هاجي لك السباحه عندنا بقى كبير هنخلص معاك كتير دلوقتي. بس كابتن فاضل لما جبنا المدربه الاجنبيه ايه التطور الجديد؟ تقبل المدربات تديهم كورسات معينه بتعمل ايه؟ يعني ايه الفرق بين المدربه المصريه؟ مع احترامنا انا متاكد المدربه المصريه كويسه جدا ولاد النادي كويسين جدا, لكن هي هتضيف لنا ايه؟ اول حاجه احنا جايين مدربه على مستوى عالي. المدربه جت كانت ماسكه منتخب صربيا. تمام. مسكت منتخب تركيا. تركيا كانت مش على الخريطه خالص. هي اللي دخلت تركيا على الخريطه في الباليه المائي. هي مستواها عالي, موجوده في الاتحاد الاوروبي بصفه مستمره. لما جت طبعا كعاجتنا كمصر في الغالب بيبقى ان انت الجديد بيبقى دايما بيلاقي مقاومه في الاول علشان يخش في المنظومه. طبيعي, وبالذات لو كان اجنبي. بالذات لو كان اجنبي طبعا. بس مع الاجنبي اي جديد اجنبي اسهل شويه من الجديد المصري. واحنا عندنا دايما بيبقى عندنا حته كده دوت عجباني صراحتك. بصراحه يعني عجباني صراحتك تماما في الكلام. اتفضل. فهي الست لما جت في الاول هي ذكيه جدا وعندها خبره عاليه في المجال, فقعدت في الاول تتفرج, قعدت حوالي اسبوع 10 ايام في الاول ما بتعملش حاجه. تروح النادي تقعد تجيب كرسي تشرب شاي وتتفرج على التمرين بس لحد ما بدات تكون الانطباعات بتاعتها كويس عن كل واحده بتشتغل ازاي, كل واحده بتعمل ايه, وعرفت تخش لهم بطريقه كويسه وعرفت تخش دلوقتي النهارده هم لما بيوصلوا النادي قبل ما يخشوا باب النادي بيكلموها انت قاعده فين عشان نيجي نخش عليك على طول ما شاء الله. فهم كمان المجموعه هم اولاد النادي البنات اللي عندنا كلهم ده النادي الاهلي فعلا. وبنات كلهم في مرحله سنيه ما هماش كبار قوي وعايزين يتعلموا وعندهم طموح جامد جدا وشافوا ان في حد هيرفعهم هينقلهم نقله كويسه. فهم بداوا يستجيبوا ليها. اسالك سؤال صراحه, رايك في المرحله اللي جايه نقدر نوصل نخرج لبره افريقيا ونطلع للعالم ونوصل ولا قدامنا مرحله شويه؟ في الباليه المائي لا احنا اساسا موجودين في العالم كويس.
وافريقيا طبعا احنا متسادين افريقيا مفيش مجال في لا افريقيا. يعني نلاقي ميداليا في دوره اولمبيه لا لسه شويه لسه شويه لسه شويه لا لسه شويه خطه 8 سنين لو الدوله اهتم بيها 8 سنين اعتقد نقدر نحقق ده. اعتقد في الباليه المائي بالذات هيبقى الموضوع صعب شويه لان الباليه المائي من الالعاب اللي محتاجه مدة تدريبيه طويله قوي عشان توصل لبنت ان هي يعني ان عندك النهارده اقوى دوله في العالم في الباليه المائي هي روسيا. ماشي. البنات في روسيا بيخشوا معسكر 4 سنين ما بيشوفوش بيتهم ما بيشوفوش اهاليهم. كابتن فاضل يبقى خلاص لا يبقى خلاص 4 سنين قلت لي انت كده قفلتها معايا 4 سنين قول لي كابتن فاضل عايزين نعمل معسكر 4 سنين في النادي يقعد يحط لا والله احنا خد بال حضرتك بمناسبه المعسكرات احنا اول ناس طلعنا الغردقه وشرم الشيخ للبنات بنطلعهم معسكرات عشان حضرتك عندك علم برضو. انا برضو عايز اشكر المجموعه اللي عندي لكابتن فاضل بيقول يعني انا مثلا كان عندنا عزيزه دي كانت مدربه اللي هي مدرب العام دلوقتي كانت في نادي هليوبس هي بنت الاهلي وكانت لعبت 2 اولمبيكس جت للنادي الاهلي. تمام. عندنا ياسمين سعد عندنا ريتا عندنا رنا عندنا مش عايز عندنا مجموعه انا لا بس لازم اقول الناس دي عشان الناس دي تعبت قوي معانا وخد بال حضرتك احنا لما نجيب مدربه اجنبيه وتبقى جديده زي ما كابتن محمد بيقول في مقاومه بس الناس ده دخلت في المنظومه بسرعه وانا عايز اقول لحضرتك على حاجه ده نتيجه شغلها احنا 3 كاسات من 4 كاسات لا الست مديها خبره سافرت هقول لحضرتك برضو على حاجه بسيطه قوي الشهر اللي فات سافرت كان في حاجه اسمها زي سيمينار او ورك شوب او يعني زي مؤتمر كده للباليه خدت 2 مدربات من النادي الاهلي وسافرت بيهم يعني النادي الاهلي برضو عشان ندي حق الناس وافقوا على سفر المدربين على اساس على نفقه النادي بحيث ان دي خبره لان احدث ما توصل اليه الباليه عاملين كل مدربات المنتخبات وكل الاتحاد الخاص بلعبه الباليه المائي جايين عملوا اجتماع 4 ايام احنا بعتنا النادي الاهلي بعت 2 مدربات اكلمك بصراحه جدا احنا محتاجين ده في النادي الاهلي طبعا محتاجين النادي الاهلي يدعم كل المدربين وسفروا بدورات بره عشان نوصل اللي احنا عايزينه احنا عايزين نبقى الاول دايما كل مجالس الاداره الفنيه دايما بيكون عليها عطف جامد شويه ان شاء الله صح كده طبعا رايح انا كده خلاص الباليه ولا بس انا هضيف بس حته ان الحته جت الموافقه بتاعت النادي دايما انت لما بتعزز المدرب بتاعك وتدعمه بان هو بياخد دورات او حاجه انتباهه دايما بيزيد طبعا حبه وولائه للنادي بيزيد 100% ف الخارج منه او الناتج اللي بيديه بيبقى دايما اعلى واحسن بكتير قوي من لما هو يحس ان هو مش مهتم بيه النادي أكيد. بتاعه مش شايفه لكن لما النادي يحس ان النادي بتاعه شايفه والنادي بتاعه مهتم بيه ده بيخليه يعني بيموت نفسه في التدريب اللعبه هي مشكله الالعاب الفرديه يعني بتبقى هي دايما تبوش الولد لقدام هنسيب بقى كفايه كده بليه ولا لسه عايز تقول حاجه ثانيه لا تمام طيب ماشي كابتن وائل يبقى خلصنا كده اول فرع او اول جزء عندك في الخمسة هنخش تاني حاجه وهي السباحه تمام انا خالد العودي احمد اكرم علي خلف الله ميشو محمد سامي هانيا مورو صح كده عندنا اسماء عمرو عيسى ساندي محمد سامي يعني عندنا اسماء هنوصل امتى للعالميه والنادي الاهلي وضعنا فيه ايه؟ لا طب انا عايز اقول على حاجه برضو عشان ادي حقه وهو مش موجود هو راجل يعني مسافر دلوقتي كابتن ايمن سعد، كابتن ايمن سعد انا كنت عامل لما جه يتعرض عليا ان انا امسك السباحه مع بخلاف الالعاب الثلاثه كان عندي مقاومه شريعه ان انا امسك السباحه لان دايما ابدا بيبقى عندنا السباحه فيها صراحه الراجل ده ساعدني جامد قوي هو مستشار مجلس اداره للسباحه تمام لجهاز العاب الماء كويس ودعم الجهاز اول ما مسكنا باربع لاعبين جامدين اللي هم محمد سامي اللي هو ميشو وعمر عيسى وحسن ياسر والرابع احمد اسماعيل وهبي احنا يعني عمل شغل معانا كبير طبعا انا هسيب الميكروفون لكابتن محمد علام عشان في كلام كتير قوي في السباحه زي ما حضرتك قلت السباحه واخده جانب كبير السباحه بقى وبعد كده كره الميه برضو احنا عشان تعرف ان احنا برضو هجيب هجيب ووتر بول اساسي هنتكلم عليه اكتر حاجه في الحلقه بس فاحنا هديك حاجه بسيطه برضو احنا في البطوله السنه دي من اجمالي 4 بطولات احنا دخلناهم احنا خدنا 75% من الكاسات ما شاء الله وبقيه الانديه اللي في مصر كلها واخده 25% اللي هم 40 نادي 50 حط بقى 40 اكتر من 40 يعني انا اكيد انت هتقوله كابتن علام كابتن وائل فتح السكه وقال بص هي جت صوره حلوه لازم نتكلم عليها شفت كوس اي رايك ما شاء الله انا لا ما شاء الله فعلا السباحه طول عمرها كده طول عمرها بتحقق ان هي كابتن وائل كلمه كويسه قوي مره 10 بس احنا النهارده 15 ومن 18 ناقص لي 3 عايزهم نعمل ايه بص ولا حاجه احنا طبعا شغالين وطبعا كل الانديه بتشتغل أكيد. مش الاهلي بس طبعا
وطبعا المنافسه كبيره، مش هقول لك المنافسه، احنا الحمد لله يعني مثلا احنا بنتكلم السنه دي بس احنا واخدين 85 كاس مركز اول في السباحه. اللهم لا حسد، 55 يا كابتن لازم نقول كده. من اصل 112، فيعني الموضوع كله ان انت واخد بالظبط 74% من جميع الكاسات في جميع البطولات في مجال السباحه. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله. حاجه بتطمن على السباحه في النادي الاهلي. الحمد لله. بالنسبه احنا كمان يعني بدانا كمان الموضوع، احنا كان كل تركيزنا ان احنا اهم حاجه الدرجه الاولى، احنا بنكسب الحمد لله. يعني احنا كان عندنا حوالي 5 بطولات مؤسسيين، جمهوريتين وطويله وقاهره وكاس الاتحاد. احنا كل البطولات الحمد لله اللي هي بتاعت السباحه بنكسب درجه اولى، ولاد وبنات يعني حاجه بقت يعني ما شاء الله ما شاء الحمد لله. بالنسبه للصغيرين احنا بدانا نهتم قوي بيهم، هو ده الاهم عندنا، هو ده النشئ بتاعنا. احنا بدانا كمان نعمل في الاكاديميات بتاعتنا سيستم تعليمي حتى للمعلم ذات نفسه. احنا بدانا نعمل لهم برنامج، المعلم بقى ياخد البرنامج، بقى ينزل عارف ان مثلا الحصه ديت هو هيدي ايه بالظبط، يعني ما بقاش فيها بقى سيستم. معنى كلامك ان لما ابص اخش ملعب السباحه او حمام السباحه الاقي كله شغال زي بعضه، لو هم بيشتغلوا في نفس حسب اختلاف المستويات بالظبط، يعني كل مستوى كل مستوى المفروض في الثلاث فروع شغالين زي بعض. لو مثلا سيف مستوى ليفل مثلا واحد، كل الثلاث فروع هتلاقيهم شغالين بنفس البرنامج بنفس السيستم. عندنا احمد اكرم جديد ولا ما عندناش؟ عندنا كتير كتير. طبعا هنقول اسماء ولا هنقول اسماء؟ ما فيهاش مشكله. تمام. مين في مين زي احمد اكرم؟ هقول لحضرتك حاجه. اولا احمد اكرم ده شرف لمصر كلها طبعا، قبل ما يكون شرف للنادي الاهلي. احمد اكرم بسم الله ما شاء الله هو السباح الوحيد اللي خد ميداليه في اولمبيات الناشئين. مظبوط. وسنه لسه صغير، ولسه كان موجود في بطوله الجمهوريه اللي فاتت ديت، ونزل خد 4 ميداليات ذهب. وهو دلوقتي مسافر شهر 12 عنده معسكر في امريكا. بعد كده باذن الله هيكمل هناك وهيخلص دراسته في شهر 5 الجايه. وباذن الله النادي بيعمل له خطه ان هو يعده للفتره اللي بعديها باذن الله. علي خلف الله نفس الكلام. علي خلف الله نفس الكلام، وعلي مميز. ده احنا كمان عندنا يعني علي، في علي ده بسم الله ما شاء الله ده رقم مصر باسمه في ال 50 حر. 50 حر. رقم اسرع سباح في مصر. اسرع سباح في مصر. كابتن الرقم ده ما اتكسرش بكتير؟ لا يا فندم، احنا انا هو كابتن علام قال ان هو مش علي خلف الله بس، احنا عندنا علي خلف الله، احمد اكرم، محمد سامي. على كسر الرقم، على كسر الرقم. لا ما اتكسرش. علي خلف الله قدامه محمد سامي واخد ثالث عالم ناشئين. لا انا عايز انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا الحمد لله وكلهم في امريكا، عشان برضو يعني انا لسه كابتن علام بيقول احمد اكرم جه البطوله دي عمل نتائج. احنا احمد اكرم ان شاء الله بمشيئه الله وهم في مجموعه كده ربنا يسهل ان شاء الله وتروح الاولمبيات اللي جايه، طبعا بالترتيب كده حسب الارقام، احمد اكرم، محمد سامي، علي خلف الله، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنى. والبنات وعسندي وهانيا مورو، هانيا مورو، وعندنا ساندي، وعندنا ريم، عندنا مجموعه ريم قاسم كانت لسه في الاولمبيات. دي ساندي صح؟ لا دي ياسمين. ياسمين ممدوح. تمام. ياسمين ممدوح دي بالمناسبه واخده احسن سباحه في بطوله بلغاريا. بلغاريا. بطوله بلغاريا دي بطوله قويه جدا، عشان برضو الناس تبقى فاهمه، بطوله قويه جدا وفيها سباحين جامدين وفيها نتائج هائله. مؤهله لبطولات العالم. طبعا. تمام. فلا احنا عندنا سباحين وعندنا الصف الثاني للناشئين، يعني عندنا مثلا احمد خالد راتب كان لسه في بطوله البحر الابيض وكسر رقم مصر، عندنا كان متاهل الاولمبيات للاسف ما راحش الاولمبيات. عندنا فارس عماره، عندنا ساندي، عندنا سباحين الصف الثاني ان شاء الله، مطمن النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي بالصف الثاني موجود ان شاء الله. واحنا بنحاول زي ما بقول لحضرتك كده، حجازي في امريكا، عندنا سباح لسه طالع امريكا برضو من السباحين اللي هم بنقول عليهم لونج ديستنس، اللي هم بيعوموا مسافات طويله، عاش العالم قبل كده في مسافات طويله للناشئين. احنا عندنا الحمد لله يعني احنا بقى دلوقتي بتطمنا يعني عسل. لا التارجت بتاعنا بقى كابتن علام، انا هكمل لحضرتك، احنا المراحل الصغيره كان عندنا فيها مشكله، احنا خلينا نتكلم بصراحه برضه. انت واضحين جدا بصراحه دلوقتي عجلني. الحمد لله المراحل الصغيره احنا مثلا هقول لحضرتك على حاجه اخي، احنا يعني مش عايز اقول النتائج اللي كنا مستلمينها، بس اقول على احنا الوحش بالنسبه لنا. احنا دايما النادي الاهلي بيسلم بعضيه بكل، واحنا بنشتغل مع بعض. لا احنا كل مجالس الادارات وكل فاحنا الناس. لا وطبعا انا عايز برضه بمناسبه مجلس الاداره اللي فات احنا بنشكره، وبنشكر مجلس الاداره اللي موجود حاليا، لان الناس كلها. بص يا كابتن خالد انت قلت كلمه حلوه،
احنا النادي الاهلي يعني منظومه مستمره سواء بكابتن وائل او من غير كابتن وائل باي حد منظومه مستمره. واحنا بنبقى سعداء جدا لان احنا لما بنقعد مره مع الكرسي ده برده احنا بنقعد مره بنشجع الناس اللي بعدين عشان نحافظ على اسم النادي. تعظيم سلام على كلامك. النادي الاهلي هو كيان واحد طبعاً. هو كل اولاده وحدين طبعاً طبعاً. بس باختلاف الاسماء لكن طبعاً. الكيان يظل. اتفضل. بقول لحضرتك انا بقى يعني بمناسبه الكلام ده احنا النهارده عايزين نوصل للمراحل الصغيره ان احنا نخش دلوقتي احنا خد بال حضرتك احنا عندنا مشكله في وادي دجله. وادي دجله بقى خمس فروع وخد بال حضرتك القاعده عنده كبيره طبعا جدا في المراحل الصغيره. احنا الحمد لله المره دي عاملين نتائج ما كانتش بتتعمل قبل كده. احنا كنا بنستلم مراحل صغيره دلوقتي بنكسب اول ما بناخد المرحله الصغيره بنكسبها تمام. وده الدور اللي كابتن علام صراحه عامله. احنا دايما ابدا زي ما قلت لحضرتك في اول كلامنا احنا بدل ما نعمل 15 كاس من 18 بنحاول نوصلهم 18 من 18 طبعا احنا كمان لله وحده بس بنحاول ان شاء الله 18 ان شاء الله. منافسه جامده جدا قدامي طبعا. اسماء قدامي بص اسئله كتيره ليك بس انا المنافسه جامده. وكابتن رايد بيقول ان وادي دجله احنا بنقابل ده ازاي؟ بص على حضرتك حاجه احنا بالنسبه للاعداد احنا بنهتم بالنوعيه اكتر من العدد. كويس. احنا عندنا مثلا منافسين زي مثلا زي ما كابتن وائل قال كده وادي دجله مثلا في مرحله من المراحل مثلا ما بيجي يسجل اللعيبه بتوعه بيتعدى 1200 لعيبه. ايوه احنا 1200 احنا لا نمثل حوالي مثلا 30% من العدد ده. 1200 لعيب؟ اه. ليه يا كابتن؟ خمس ده في سن صغير. سن صغير اه ده 1200 في سن اه في سن واحد مش لعيب مش فرقه مش في كله تمام. احنا الحمد لله يعني احنا مثلا يوم ما بنسجل حوالي 300 لعيب في الثلاث فروع. فمعنى كده ان في منافسه فبنهتم بالنوعيه وبنهتم بطرق التعليم وطرق الاداء عشان اقدر اوصل بان انا اقدر اكسب في البطولات اللي هي بتاعت السن الصغير. والحمد لله احنا لو رجعنا النتائج زي ما كابتن وائل مثلا قال وكابتن فاضل ان احنا كان المرحله اللي هي المراحل يعني من اول 14 سنه مهتمين كنا بنكسب لكن الحته اللي تحت كان عندنا فيها مشكله شويه. الحمد لله دلوقتي احنا بنكسب المراحل دي ويوم ما بيتعدى ان احنا نخسر مرحله بناخد مثلا بنات ونخسر ولاد ومع ذلك في خلال سنتين التاني الخساره دي عندنا تاني. لا ما عارف لا وغير كده انت يعني بس احنا في فرقه مثلا كنا واخدينها مش عايز اذكر السن واخدينها مثلا سن ال 11 كويس بعد سنتين النهارده الفرقه واخده الاول اول ما شاء الله. ما هي بص يا كابتن علام انا هتكلم بصراحه السباحه لعبه رقميه ارقام اللي قدامي بتقول 15 كاس من 18 ما شاء الله على السباحه حاجه مشرفه جدا لكن اطرح قضيه على حضرتك. اتفضل. كيفيه التعامل مع اولياء الامور؟ لا مع ده كل لاعب بص خلي بالك ده رئيس الجهاز بس مش ليك اهو عشان المشكله هنا لازم مشكله كابتن وائل اكيد اولياء الامور بقى مهمين جدا جوه المنظومه بيساعدوا الاجهزه وبيساعدوا كل الناس بس في الاخر كل واحد عايز يشوف ابنه احسن واحد في الدنيا. انا خليني صريح مع حضرتك فضل. احنا طبعا ما فيش رياضه يعني بالذات موضوع السباحه عشان هي لعبه رقميه فبتسهل علينا حاجات كتير بس بيبقى طبعا ولي الامر بيبقى خايف على ابنه وعايز كل ولي امر نفسه ابنه يبقى الاول احسن واحد بس هي الاداره هي حاجه واحده نمره واحد تواجد ومتابعه مظبوط ومدرب كويس. ما هو انت حضرتك انت لو بتتابع وجايب مدرب كويس انت الموضوع مش هيبقى عندك مشكله. طبعا انا ممكن ولي الامر يشتكي بس طب ما احنا عندي لعيبه سباحين عاملين نتائج كويس وتواجدك على طول بصفه الاستمرار لحل المشاكل ده بيخلص 85% أكيد. من الصداع اللي ممكن يجي لك بعد ما تمشي أكيد. او أكيد. هو التواجد ده نمره واحد. لازم الحمد لله صراحه يعني سواء انا او كابتن محمد او كابتن علام لازم كل يوم واحد في فرع موجود في فرع يعني الشيخ زايد كابتن فضل عشان ساخن في الناحيه دي انا ببقى في الجزيره كابتن علام يروح مدينه نصر المتابعه بصفه الاستمرار والمدرب كمان لما يبقى حاسس او المدير الفني او المنظومه كلها لما يبقى حاسس ان احنا على طول موجودين فبيبقى مشاكله قليله بترد على التليفون على طول دي حاجات بتكسبك حاجات كتير قوي ان انت تخلصها اول باول او مشاكل اول باول. طبعا المشاكل السباحه ما بتنتهيش او مشاكل الرياضه خلينا مشاكل ما بتنتهيش بس احنا كل مدى بنحاول نقلل. عايزك تقول لهم كلمه صراحه ليهم انا عارف ان كل ولي امر عايز ابنه يطلع احسن واحد في الدنيا. عايزك تقول لك كلمه ايه وبما انك انت رئيس جهاز النادي الاهلي تقول لهم لازم نتعامل لا الاول انا بتعامل شوف. مع اولياء الامور انا ولي امر انت عارف حضرتك انا طبعا. فبتعامل معاهم من منطلق ان انا ولي امر وبشكرهم اولا على المجهود اللي بيعملوه وبطمنهم بقول لهم احنا اولادكم بنحاول اللي البطل هنحاول يستمر بطل واللي مش بطل هنحاول نخليه بطل ودايما ابدا احنا هيبقى عندنا استمراريه ان احنا نتابع اولادكم ونحطهم في عينينا ونخليهم ابطال لان النادي الاهلي لا يقبل الا الابطال. عايز اقول كلمه
كابتن علام قول كلمه انا بقى. اتفضل يا فندم. هي مفيش واحد مدرب في الحياه عايز يخسر ولا جهاز عايز ينزل من عنده، بالعكس اعتقد ان جهاز السباحه بالذات يتمنى ان بدل ما يكون عنده 100 بطل يبقى عنده 300 بطل. مظبوط. ده لمصلحته لمصلحه الشخص كشخص. تخيلوا بقى ان الناس دي بتحب النادي الاهلي وبتشتغل في النادي الاهلي علشان تقدر تمشي بالمنظومه لقدام. نتمنى الخير في اللي جاي ان شاء الله. كده خدت السباحه الوقت الثاني الكبير، لسه قدامنا ثلاث العاب هنخش كابتن وائل على اي لعبه. انا سايب روتر بول الاخر. طب احنا نخش على الغطس بقى. اتفضل خش على الغطس. احنا يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه برضو. احنا عندنا غطاسه اسمها مها عبد السلام دي في امريكا دلوقتي. حيل البنت دي كانت لعبت اولمبيك اللي فات وان شاء الله هتلعب الاولمبيات اللي جايه. هي بسم الله ما شاء الله عامله نتيجه كويسه قوي في الجامعه عندها. ودي احنا جبناها برضو عشان حضرتك عندها، هي كانت بتلعب في المؤسسه العسكريه واحنا جبناها في الانتقالات اللي هي الاولمبيات اللي فاتت. ايوه البنت دي عملت حاله جميله قوي في الغطس. ليه؟ لان كل البنات اللي عندنا او كل الولاد كانوا بيبصوا لها على انها ايقونه الغطس في مصر، يعني نمره واحد في مصر. حلو. وجالها سكولارشيب فول سكولارشيب في امريكا ودي حاجه كويسه جدا. واحنا طبعا بيبقى بنساعد عشان برضه حضرتك تبقى عارف النادي الاهلي ما بيسيبش ولاده. يعني هي سافرت واحنا لسه عاملين لها العقد، بتيجي على البطوله، جايه على البطوله اللي جايه ان شاء الله. تمام. بتيجي على البطوله، النادي الاهلي بيوفر لها تذكره رايح جاي وماشيه عادها بحيث ان هي البنت تبقى عارفه ان يبقى فيها ليه النادي ما بيسيبش ولاده وحافظه على ولاءها للنادي. احنا الفتره اللي جايه دي عندنا مثلا احنا خدنا زي ما بقول لحضرتك كاس مصر، خدنا الدرجه الاولى سيدات وحصلنا على المركز الثاني للدرجه الاولى ولاد وحصلنا على كاس العام رجال وسيدات. ودي بقول لحضرتك دي ما حصلتش مثلا من اواخر الثمانينات اوائل التسعينات. عندنا لعيبه اسمها هاني خدت كاس احسن لعيبه، وعندنا هنا وليد دي كاس احسن لعيب متقدم. هو انت عارف حضرتك الخاص في مبتدئ ومتقدم يعني متقسمه كده، بعد كده قطاع الناشئين وبعد كده قطاع العمومي. كويس. يعني خدنا مثلا حضرتك 18 سنه ولاد كاس مصر خدنا الاول، خدنا 15 سنه بنات كاس مصر خدنا الاول. احنا الحمد لله دلوقتي في منظومه في الغطس كبيره الحمد لله. برضو اقول لحضرتك على حاجه من اواخر التسعينات، من اواخر التسعينات اوائل الالفينيات ما كناش جايبين بوردات. انت عارف حضرتك الادوات في الغطس البورد ده اللي هو الولد بيطلع عليه ده جميل. لسه المجلس ده قط يعني يعني مش عايز اقول لحضرتك نشكره، جاب لنا ست بوردات جداد. ودي مبلغ كبير مش مبلغ قليل. وجايب نوضحها. ايوه الرقم كبير. البورد ده مش حاجه تتغير كل سنه يعني. لا 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 رقم كبير جدا ويعني مش عايز اذكره بس هو ده لازم دور النادي الاهلي. طبعا تمام. وده اللي بيخلي اللعيبه برضو لما بيشتغل على بورد جديد بتفرق مع المدرب في التدريبات وبتوصله مراحل كبيره قوي. طبعا غير بقى جايبين حاجه اسمها ترامبولين، الحاجات دي كل الادوات المساعده للعبه متوفرة. طبعا طبعا. والجهاز بقى، الجهاز انت بتجيب مدربين على اعلى مستوى. بس عشان كابتن طارق الصغير. كابتن طارق الصغير. ده خلاص مش هقدر اتكلم. ده لو قعدت اتكلم عليه من السنه الجايه مش هخلص كلام. لكن كابتن فاضل، الصين جريت في الغطس، جريت اسرع من 100 متر واخذت الغطس رقم واحد. ايه اللعبه التطور السريع ده؟ البنيان بتاع الصينيين اللي هو الصغير بيساعدهم الجسم. خلي بالك انت هتلاقي في الرياضه وحضرتك طبعا يعني عارف الكلام ده كويس. بتلاقي مثلا الكتله مثلا بتاعت الشيوعيه او اللي هي الكتله اللي هي اوروبا الشرقيه بتلاقيهم متميزين في العاب معينه لان طبيعه جسمهم بتؤهلهم ان هم يلعبوا الالعاب دهيت. تمام. الصينيين متميزين جدا في الغطس، والغطس دوت بيتبناه الجيش هناك. يعني هو الصين جيش الغطس عندهم اكنك دخلت الجيش. ترى الصغير جيش يا كابتن. اتفضل. شرطه اتفضل. ف بيخشوا هناك معسكرات مقفوله عليهم، المدرسه فيها البوردات فيها الغطس فيها كل حاجه. هو ما بيعملش حاجه غير ان هو بيخش يحضر الحصص بتاعته بتاعت الفصل وبعد كده بيتعب غطس. وبيبقى غالبا الابطال دول بيظهروا وبينبغوا من سن صغير وما بيكملوش بعد كده لان ما عندهمش الفلكسبيليتي بتاعت بالعكس ده هو بيبقى عندهم 14 15 سنه ابطال عالم وبيبقى ابطال عالم كبار. يعني هو مش يمكن اللي دخل في وسطهم الفتره اللي فاتت كان غطاس انجليزي اسمه توماس دالي. ده من على 10 متر الثابت ده بطل العالم واولمبياد وكسب بطولة العالم والاولمبياد وهو عنده 14 سنة.
طلعت 10 متر كنت هموت. اكذبش عليك كنت هموت لو طلعت 10 متر. كابتن علام في الصين والدول المتقدمه مدارس متخصصه لالعاب الماء. نفسي اشوف ده في مصر. هو بص ولا حاجه، هو دلوقتي الدنيا اتطورت جدا طبعا، بقت المعلومه سهله توصل. كويس. بقى المدربين على ثقافه عاليه، احنا عندنا مثلا اشرف صلاح مدير فني واخد اسكا 5، ده اعلى ليفل لمستوى مدرب في بالنسبه لامريكا كتصنيف امريكا. ايوه. فاحنا الموضوع التعليم بقى سهل. بس هو طبعا الرغبه في التعليم. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا الموضوع ده يبقى دوري ومستمر، ان احنا نخلي كل المعلمين او المدربين على درايه بكل ما هو جديد. بالاضافه ان احنا كنا ان احنا عندنا لعيبه كتير جدا في امريكا دلوقتي، احنا اكبر نادي في مصر عنده لعيبه موجودين في امريكا. ما شاء الله. الولاد دول لما بييجوا بينقلوا برضه خبرتهم اللي بيلاقوها مع مدربين هناك للناس الموجوده هنا، بيستفاد منها اللعيبه وبيستفاد منها المدربين في نفس المجال. بص لازم بقى كده، احنا كده خلصنا تقريبا السباحه، لسه سباحه طويله ولسه ولسه ووتر بول. بس السباحه الطويله اعتقد يعني كابتن علام السباحه الطويله وضعها ايه في النادي الاهلي؟ لا هو احنا برضو احنا واخدين كاس الدنيا العام. تمام. احنا ابطال الدرجه الاولى ولاد وبنات. احنا عندنا ساندي لسه لعبه الاولمبياد ما شاء الله. عندنا غالبيه السباحين الموجودين هو بس برانا واحد اسمه العمراوي ده في نادي سبورتنج. بقيه كل المراحل احنا بنكسبها الحمد لله مخلصين. لا الحمد لله. بص الطويله بالعكس، ده بالعكس عايز اسال بس سؤال، هو الطويله دي احنا بنتمرن فيها جوه حمام السباحه؟ بص هو بنعومها في البحر. مظبوط. هو اللي بيحصل ان انت بتتمرن فعلا جوه حمام السباحه، بس بتطلع كل فتره لازم تعوم عشان تشوف التيارات في الميه وتعود عليها والكلام ده كله. لازم لان حتى البحر. كل تراك كل تراك انت بتعوم فيه بيختلف عن تراك لابي، يعني انت حتى سلسله بطولات كاس العالم بتتعمل حوالي 10 بطولات في العالم، كل تراك مختلف، كل تراك ليه تياراته ودرجه المياه مختلفه. فالكلام ده هي السباحه الطويله محتاجه عوم كتير وسباقات كتير تكتسب بيه خبره. موضوع عوم في حمام سباحه، كله بيعوم في حمام سباحه، بس بيتحط له في السكادول بتاعه عدد تمارين لازم يعومها في البحر. اسال سؤال، اخر سؤال اساله في السباحه الطويله. الشتاء يطلع بحر جو تلج ينزل ازاي يعوم السباحه الطويله؟ اول حاجه هو اساسا الاتحاد الدولي حاطط درجه حراره معينه للميه. ما ينفعش تقام اي بطوله غير اما تكون درجه حراره في المستوى ده، في المستوى ده اللي هو ليفل 16، يعني درجه 16 اقل من درجه 16 ما تقامش اي بطوله. كويس. غير كده لازم انت بتعود السباحه بتاعتك، طبعا بتحط له حاجات اضافات زي الشحوم والفازلين والكلام ده كله عشان يقدر يقاوم سعير في الماء. بيطلع مدربينهم معاهم طبعاً البحر معاهم ويبتدوا يشتغلوا كله في بطولات سلسله كاس العالم. كل سباح بيطلع معاه مدرب، يعني انا لو طالع باثنين سباحين اطلع باثنين مدربين عشان يبقوا مرافقين ليه، مرافقين طول السبع. طول السبع كده خلصنا الاجزاء الكبيره، ولازم اخش لاهم لعبه اللي هي لعبتك الاساسيه، اللعبه اللي انا نفسي بحبها وكنت دايما احب اتفرج عليها، وهي الووتر بول او كره الماء في النادي الاهلي. تطور كبير في المرحله الاخيره. والله الحمد لله التطور كبير. احنا الفتره اللي فاتت دي برضو عشان حضرتك، احنا اول ما جينا مسكنا الجهاز كنا احنا ماسكين كره الميه، كان كره الميه على الدرع العام الترتيب كانت الرابع. كويس. انت عارف ان نادي هليوبوليس اللعبه الشعبيه الاولى عندهم كره الميه، الاولى والثانيه والثالثه طبعا عندهم كل حاجه دي اساسي. عندهم اللعبه يعني عندهم اللعبه دي وتالي الهاندبول برضو عندهم، لان انا برضو بشوف عندهم في الهاندبول مؤخرا بس طول عمرها ان العاب الماء في نادي هليوبوليس هي اللعبه الشعبيه. كره الميه هي اللعبه الشعبيه. اتفضل. فاحنا الحمد لله كان عندنا هدف طبعا ان احنا نرتقي بالمستوى، ان احنا من الرابع نخش اول او تاني، وهو مفيش غير كده يعني، اول او نخش نزاحم نادي هليوبوليس في الموضوع دي حقيقه، لانه عاديين محترفين. لا نادي هليوبوليس بقول لحضرتك انت دولية. كلمه حاجات لي، هو نادي هليوبوليس قائم على كره الميه في دي حقيقه، يعني اللعبه الاولى والشعبيه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. يعني انا مثلا حضرتك هديك مثال بمقارنه بيننا وبين نادي هليوبوليس، احنا لما بنيجي نعمل السباحه الاعداد اللي بتخش لنا كره الميه قليله قوي، كلهم بيبصوا للسباحه كره الميه في النادي الاهلي مش زي السباحه، كلهم عايزين يبقوا اولادهم احمد اكرم، ريم قاسم، هاني مورو. فبالنسبه لنا بنلاقي صعوبه جدا في ان احنا نختار الناس تروح تبوش على الكواليتي نفسها. اما نادي هليوبوليس
كل الالعاب كلها الاول يروح لكره الميه ما ينفعش كره الميه يروح اي لعبه ثانيه يعني المفروض يروح سباحه كده يحاول بالظبط. فاحنا كان عندنا هدف الحمد لله احنا دلوقتي احنا ونادي هليوبوليس يعني انا بكلم حضرتك النهارده بمناسبه برضو جالنا خبر جميل دلوقتي واحنا مع حضرتك على الهوا ان احنا كسبنا الزمالك. الزمالك برضو عمل منظومه كويسه في كره الميه في الفرقه الكبار العمومي 11-4 يعني لسه الماتش خلصان والحمد لله. والزمالك داخل المفروض بينافسنا في حاجه اسمها احنا بنلعب البلاي اوف اقوى اربع فرق كويس. ففي الاهلي احنا دلوقتي على راس المنظومه لان احنا كسبنا جزيره وهليوبوليس فداخلين اول في البلاي اوف وبعد كده ورانا نادي هليوبوليس بعد كده نادي الجزيره وبعد كده نادي الزمالك الاربعه اللي هينافسوا بعض. واحنا المفروض هنلعب هليوبوليس السيستم الجديد هنلعب الزمالك ثلاث بيست اوف 3 يعني نلعب ثلاث ماتشات اللي يكسب ماتشين ياخد يعدي مرحله يلعب اللي كسبان من هليوبوليس على يعني المركز الاول يعني هم اربع فرق بس شهر هم اربع فرق الاهلي والزمالك الاهلي الاول والزمالك الرابع هيلعبوا ثلاث ماتشات اللي هيكسب منهم ماتشين هيتحقق ليه الدور النهائي وهليوبوليس والجزيره هيلعبوا ثلاث ماتشات اللي هيكسب منهم ماتشين هيتاهل وبعد كده نلعب بقى حاجه اسمها فيست اوف 5 يعني انا واكس بقى الفرقه اللي الفرقتين اللي هيطلعوا اول لازم تكسب ثلاث ماتشات عشان تاخد الدوري العام. هايل ده 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 لسه بقول لحضرتك لسه الماتش خلصان دلوقتي واحنا مع حضرتك على الف مبروك يا كابتن وائل. احنا يعني مش عايز احسدك بس ما شاء الله الافراح كتيره عندك والبطولات كتيره الحمد لله حاجه رائعه. لا انا بس برضو عشان احنا مثلا عندنا السنه دي برضو جبنا مدرب اجنبي في الووتر بولو مدير فني طبعا معانا كابتن وليد عزت ماسك مرحله القطاع اللي تحت الناشئين والمدرب الاجنبي هو اللي ماسك فوق. كابتن وليد عزت من احد من ابناء النادي الاهلي وكلاعب اولمبياد يعني ما شاء الله عليه فعلا انا بعزه هو بشغل اخد حضرتك لكن هو حبيبي حد مجتهد جدا 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 ما شاء الله ومسافر بره وعمل دورات وبتاع مع كابتن وليد وصفي يعني في منظومه كبيره في كره الميه الحمد لله والناس كلها السنه دي وعدنا ان احنا نعمل مفاجاه ان شاء الله في النتائج كلها. احنا ماشيين في الاربع مراحل احنا ثلاث مراحل اول الحمد لله والمرحله الرابعه الثاني ما شاء الله مش عارف عندك تبقى عيل بس لسه دي كل الادوار التمهيديه ان شاء الله داخلين في احنا عندنا في مرحله 2001 عندنا ماتش احنا وهليوبوليس على اساسه دي مرحله من المراحل اللي يكسب ياخد الدوري. 2001 دي اللي لعبوا كاس عالم؟ لا ال 2000 احنا بقول لحضرتك عندنا بقى كويس ان حضرتك قلت لا فاكر انا كويس انا حافظ كابتن فاضل انت معانا لعيب انترفول وانت مش معانا مرحله 2000 لعبت كاس العالم فعلا كان عندنا بس انا اسف اقطع كلامك مرحله 2000 دي كسبت في كاس العالم فرق كذا منتخب ومرحله مبشره ولادنا اعتقد عندنا اربع او خمس لعيبه في المنتخب عندنا اربع لعيبه في المنتخب اتفضل اللي سافروا كاس العالم اربعه جون وثلاث لعيبه تمام لا مرحله قويه جدا وفي عندنا كمان من ضمن الناس اللي نافوا كاس العالم اتنين لعيبه واحد مواليد 2001 واحد 2002 ما شاء الله لعبوا بطوله العالم 2000 يعني 16 سنه 18 سنه فلعب ودول هيبقى عندهم فرصه لان 2001 لسه هتلعب بطوله عالم و2002 لسه هتلعب بطوله عالم فطبعا يعني هيبقى عندنا فرصه كبيره. لو رجعنا بقى للارقام احنا حاليا كره المايه شغاله اربع مراحل للدوري مرحله الدرجه الاولى و2001 و2002 و2004 كويس. احنا مرحله الدرجه الاولى احنا الاول ما شاء الله الحمد لله ربنا كرمنا كسبنا جزيره كسبنا هليوبوليس احنا 8 ماتشات بلا هزيمه تمام تسع فرق الدوري تسع فرق احنا كسبنا الثمان فرق اللي منافسنا ما عندناش هزيمه ما خسرناش حاجه انا حاسس لسه هتقعد تقول علينا خلي بالك بس بقول لك حاسس لسه تقول علينا عشان بعد ما نطلع تذبح بقى صح لازم اتفضل يا كابتن مرحله 2001 برضو الحمد لله احنا كسبانين كل ماتشاتنا ناقصنا ماتشين بس يعني هو في ماتش اللقاء اللي هو ماتش هليوبوليس واحنا وهليوبوليس الماتش بتاعنا اللي هيكسب الماتش هيكسب الدوري هيكسب الدوري يعني هيكسب الدوري خلاص يعني هو الماتش دوت فاينل ان شاء الله نبارك لكم ان شاء الله خير باذن الله. عندنا برضو مرحله 2002 احنا برضو ماشيين اول ما عندناش غير ماتش واحد تعادل مع هليوبوليس قلنا احنا هنوريس مع بعض انت هليوبوليس هليوبوليس هي اللعبه لا في 2002 الجزيره داخل في المنافسه لان الجزيره السنه اللي فاتت هو اللي كسبان دوري 2002 فالجزيره وعنده المرحله دي مرحله قويه جدا مرحله قويه الجزيره انما بقيه المراحل السنيه كلها المنافسه بين اهلي وهليوبوليس اهلي وهليوبوليس فقط لا غير اهلي وهليوبوليس الكلام ما خلصش انا عارف والله كلام بس عمال ايه عارف انت خلص الوقت بيجري لازم نختم فعايزين نقول حاجات مهمه انا كان حضرتك رئيس الجهاز
تقولي لجمهور النادي الاهلي في المرحله اللي جايه عن جهاز العاب الماء واعضاء النادي الاهلي؟ والله انا 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 الاول قبل ما اقول حاجه انا عايز اشكر المنظومه كلها، لان احنا عندنا برضو حضرتك احنا برضو احنا ناس على راس المنظومه، بس عندنا بقى بدايه من معلمين مرورا باداريين مرورا بمدربين، منظومه كبيره عشان حضرتك عندك علم، احنا منظومتنا كبيره قوي وناس كلها بتجتهد وناس بتعمل على احسن مستوى عشان نوصل نوصل لاحسن نتيجه. فانا من كل من العمال بتوع حمامات السباحه، يعني العمال اللي بتشيل الحبال واللي بتحط الاجوال دي 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 ده جزء مهم جدا في المنظومه، احنا ما نقدرش نستغنى عنه، من غيرهم ما تعرفش طبعا. دي حقيقه. وبشكر اولياء الامور اللي بتخلي ولادها يبقوا ابطاء. ما هو تاخد بال حضرتك المنظومه دي احنا زي كده ايه، انا عناصر متشابكه في بعض، احنا من غير ما فيش حد يعمل حاجه. وطول ما بقول لحضرتك ان احنا ناس تبقى متواجده وعامله شغل كويس، الناس بتبقى حريصه انها تكمل فيه استمراريه معانا. انا بشكرك الاول، وانا شايف ان حضرتك الناس عماله تستعجلك. استعجلوني جدا، وانا ببقى سعيد جدا ان انا ببقى معاك يا كابتن خالد، لان انت من الشخصيات المحترمه جدا ومجتهده وعامل برنامج جميل. احنا وانت عارف ان انا ما بحبش اطلع في الاعلام، بس انا باجي عشان خاطر حضرتك. انا بشكرك جدا انت جيت لي النهارده، وبشكر كل الكباتن الكبار، كابتن محمد فاضل، كابتن محمد علام. اعذروني احنا معاك النهارده، بس ربنا يكرمك. اعذروني، هنكمل تاني كابتن وائل، هتوعدنا ان انت هتجيلنا تاني ان شاء الله باذن الله. كان معانا جهاز محترم جدا، جهاز القاب وبطولات وارقام وميداليات، ما شاء الله عليه، جهاز العاب الماء. هنتابعهم وهنجيب الكابتن وائل عزب تاني ويشرح لنا هو كابتن علام وكابتن محمد فاضل. بشكره شكرا جزيلا، بشكر كل مشاهدين قناه النادي الاهلي، شكرا والى اللقاء.